بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اهلا وسهلا بحضراتكم يا دكاتره. باذن الله في الفيديو ده هنشرح مع بعض العملي بتاع الفي اي تي هيستولوجي. احنا لما كنا بناخد الفي اي تي هيستولوجي في النظري قلنا بدانا عندي اول حاجه بالاورال كافيتي، بعد كده الاسوفيجاس، بعد كده الاستومك، بعد كده الانتستين سواء سمول او لارج، وبعد كده خدنا حاجه اسمها الاكسسوري جلاند، الغدد الملحقه زي السليفري جلاند والبنكرياس. قال لك هنمشي برضو في العمل بنفس الترتيب، نبدا بالاورال كافيتي ولحد ما نخلص اللارج انتستين، وبعد كده الايه الاكسسوري جلاند اللي هي السليفري والبنكرياس. نسمي الله ونتوكل على الله في اول حاجه الاورال كافيتي اللي كان بيتكون عندي من اللبس والطنج الخفايف واللسان. الصعوبه بتاعت العمل بتاعت الجي او الهيستولوجي اللي انتم مستصعبينه هو الفكره بس ان هو كبير، بس احنا هنقسمه وعلشان ايه كل عضو كده نعرف الصيدلي بتاعته بالتسكيمه المعينه بتاعته بالشكل المعين بتاعه، فتبقى الدنيا سهله. يبقى احنا كل الصيدات احنا فاهمين الصيدات، فبالتالي بنعرف نطبق مش هنحفظ ونتعب كتير. نسمي الله ونبدا بالاورال كافيتي. والله الاورال كافيتي كان بيبقى فيه حاجه اسمها اورال ميوكوزا، وبعد كده اللبس، وبعد كده الطنج. طيب الاورال كافيتي ده كان اول حاجه الابسيليم بتاعه بيتكون من ايه؟ والله الابسيليم بتاعي عندي كان بيتكون من نون كيراتينيز ستراتيفايد سكوماس ابسيليم، هو والاسوفيجاس. طيب امال الاستومك والانتستين دول كانوا سيمبل كولامنر ابسيليم، مفيش مشكله. واحنا عارفين في الجنرال سكيم بتاعتنا ان انا كان عندي او الجنرال استراكشر بتاع ان انا كان عندي اي عضو في الجهاز الهضمي بيتكون من ميوكوزا، بعدها صب ميوكوزا، بعدها ماسكولوزا، بعدها السيروزا او الادفنتيشيا. وكنا بنقول ان الميوكوز دي بتتكون من ثلاث طبقات، الابيسيليم واللامنا بروبريا والماسكولاريس ميوكوزا. بعد كده الصب ميوكوز دي فيها جلاند. الماسكولوزا بتتكون من نوعين، او بتتكون من حاجتين، انر سيركولار واوتر لونجيتودينال، اللي جوه مدوره سيركولار واللي بره لونجيتودينال طوليه، والسيروزا او الادفنتيشيا. تعال نبص الكلام ده معانا ونطبق. بسم الله نرفع دي بس هنا. تعالى هنا بص، هو جايب لي هنا رسمه ايه؟ والله انا شايف ادي دي بسيليم، طبعا هو الاعمى يشوف ان ده بسيليم، وتحته طبعا الابسيليم بيبقى فيه الكونكتيف اللي هو بقول عليه اللامنا بروبريا، واللامنا بروبريا دي اتفقنا ان بيبقى فيها جلاند. تمام. طيب قال لك والله الابسيليم ده انا شايف نوعه ايه؟ والله انا شايف الابسيليم ده خلايا كتيره هي والنواه بتاعتها سكويما سيفلات لحد فوق لحد السطح، اذا ده استراتيفايد سكوماس ابسيليم. تمام. وما فيش كيراتين فوق، يبقى ده نان كيراتينايز استراتيفايد سكوماس ابسيليم. يبقى الابسيليم انا ما عرفتش، انا ما حفظتش نوعه ده، انا من الصوره وضحت نان كيراتينايز استراتيفايد سكوماس ابسيليم. طيب تحت الطبقه اللي تحت على طول لازم تكون تحت الابسيليم لامينا بروبريا، يبقى الطبقه دي ايه؟ لامينا بروبريا. طيب الجلاند اللي موجوده، والله هي الجلاند الغدد اللي هتبقى موجوده في الاورال كافيتي او البق هتبقى ايه؟ هتبقى غدد لعابيه، يبقى دي المينور سيريفري جلاند. يبقى لو شاور لك على الغدد دي هتقول له مينور سيريفري جلاند. تمام. طيب اما دي نان كيراتينايز استرافايتس كوماس بسيليم. طيب بعد كده نشوف اللب الشفايف. والله احنا كنا بنقول ان الشفايف دي ليها سطح خارجي اللي هو من بره، وسطح داخلي اللي هو من الفوق من الفم من جوه. السطح الخارجي ده بيبقى ايه؟ بيبقى هيري، بيبقى ليه شعر اللي هو الشنب. تمام. انما من جوه اكيد مفيش شعر، بيبقى ميوكوزا متبطن بالميوكوزا الاورال ميوكوزا. يبقى كده عندي ادي اللي بره ده اللي هو واخد شكل الابسيليم اهوت ومتعرج، اللي هو نان كيراتينايز استرافايتس كوماس ابسيليم ده اللي، او اسف قصدي ده استرافايتس كوماس ابسيليم. بص كده لو كبرت لك هتلاقي فيه هنا كده ايه خطوط كده عليه، خطوط عليه، الخطوط دي ايه؟ دي كيراتين. اذا الابسيليم ده اسمه ايه؟ اسمه كيراتينايز ستراتيفايد سكوماس ابسيليم. اذا ده على طول ده ايه؟ ده على طول الاوتر هيري فوليك او الاوتر هيري سيرفيس، السطح الخارجي. ليه؟ علشان والله في في كيراتينايز اهو. حاجه كمان مش بس الكيراتينايز، والله ده انا شايف هنا مثلا اهو دي هير فوليكل، البصيله بتاعت الشعر دي سبيكلوس جلاند، غده دهنيه. فبالتالي ده كله الاوتر هيري سيرفيس، السطح اللي بره. طيب طب السطح من جوه الانر اللي تحت اكيد الانر ميوكوزال سيرفيس متبطن بالميوكوزا اهي، مفيش كيراتين، فده نان كيراتينايز استراتيفايتس كوماس ابسيليم.
وادي الليبيا الجلاند اللي هي طبعا اللي هي ايه اللي هي المينور سليفري الجلاند، منها اللي هي الليبيا عشان موجوده في الشفه. احنا كنا بنقول ان السليفري الجلاند دي بتبقى عندي بسميها على حسب المكان، يعني لو في لسان بسميها لينجوينال، لو في الشفايف بسميها ليبيال، فهي هنا في الشفايف فبقول ليبيال جلاند، يبقى مفيش مشكله. يبقى قلنا دي السبيكشنز جلاند، ده الاوتر هيلي فوركل، دي الانر ميكوزال سيرفيس، ودي الليبيال جلاند. بعد كده الخفايف دي بتتكون من عضله، العضله دي اسمها ايه او بتحاط بعضله، العضله دي اسمها اوربيكولاريس اوريس ماسك، تمام. اهي العضله اهيت اللي هي الالياف الطوليه ديت، دي اللي هي ماشيه بالعضله ماشيه بالشفايف كده، دي الاوربيكولاريس اوريس ماسك. وكان عندي خط مهم جدا اللي هو الخط الفاصل بين الاوتر والانر اللي هو اسمه ايه فيرميلين بوردر او الريد لاين، اللي هو الخط الاحمر اللي هو فاصل بين الشفايف من بره اللي هو اللون بتاع البشره بتاع الجلد ولون الشفايف الاحمر، ده الخط الفاصل ده اسمه ايه، اسمه فيرميلين بوردر، تمام. طيب يبقى كده عندي اوتر هير سيرفيس انر هير سيرفيس، تمام. هنا السبيكولاريس جلاند الطويله دي هيري فوليكل، واللي عندي الانر ميوكوزال دي طبعا ليه الليبيال جلاند اللي هي المينور سيرفري جلاند الاوربيكولاريس اوريس والفيرميولين بوردر. قال لك طيب هنا انا شايف ايه، والله انا شايف اهوت ايبيثيليوم وتحته لامينا بروبيه، بس الايبيثيليوم ده انا برضو شايفه نوع طبقات كبيره اهو، يبقى استراتيفايس كومس ايبيثيليوم. اجي ابص في كيراتين ولا لا، اه والله انا شايف كيراتين اهو، الحاجات اللي فوق دي كيراتين، يبقى دي كيراتينايز استراتيفايس كومس ايبيثيليوم. معنى ذلك ان انا في الاوتر سيرفيس اللي هو الهيري فوليكل او الهيري سيرفيس اللي هو اللي فيه شعر. طيب قلنا الغدد اللي بتبقى النازله دي اسمها ايه، الغدد البيضاء دي اسمها السبيكولوس جلاند اللي هي الغدد الدهنيه، واللي بتبقى طويل الدايره الطويله دي اللي هي الهير فوليكل بصيله الشعر، والعضله دي اسمها ايه، اسمها اوربيكولاريس اوريس. طيب هنا هل انا شايف هنا الكيراتين؟ لا، يبقى ده نان كيراتينايز استراتيفايس كومس بسيليم، اذا معنى ذلك ان انا في الانر سيرفيس، تمام. طيب ودي ايه؟ والله دي إيه؟ جلاند كده كبيره، دي اللي بيها الجلاند دي عباره عن ايه؟ عباره عن مينور سيريفري جلاند، والعضله اللي تحت دي النسيج العضلي ده اسمه الاوربيكولاريس اوريس. بعد كده انا شايف ايه؟ والله انا شايف هنا نسيج عضله اهوت، تمام. يبقى ده الاوربيكولاريس اوريس. طيب انا شايف هنا ده كيراتين، طبقه الابسيليم اهي، وطبقه الابسيليم دي على ايه شويه كيراتين اهو، ده كيراتين اهو كيراتين، اذا ده كيراتينايز استراتيفايس كومس ابسيليم، تمام مفيش مشكله. بيقول لك بقى ده ايه، ده الخط الفاصل اللي هو الفيرميلين بوردر اللي هو فاصل بين اللي هو الكيراتينايز استراتيفايس كومس ابسيليم ومن جوه اللي هي الايه الانر ابسيليم او الانر سيرفيس، تمام. طيب ده الايه الفيرميلين بوردر او الريد لاين. بعد كده ده شكل اللسان اهوت، بعرف اللسان منين؟ بعرف اللسان من البابيلاي اللي فوق دي، لو لقيت او اللسان بيبقى ايه في حاجات كده بابيلاي زوايد كده. طيب اللسان ده احنا كنا بنقول في النظر بنقول ايه سطحين، دورسال اللي هو اللي هو من فوق وفنترال اللي هو من تحت. طب اعرف الدورسال من الفنترال ازاي؟ قال لك والله الدورسال بيبقى فيه البابيلاي، الدورسال هتبقى تلاقيه متعرج كده التعرجات دي، لكن الفنترال ماشي ايه مستقيم ما فيهوش تعرجات، تمام. طيب التعرجات دي اللي اسمها ايه؟ اسمها بابيلاي، ودي طبعا جلاند برضو اللي هي الايه اللي هي السليفري جلاند، بسميها هنا ايه لانجوينر عشان اللسان. هنا ده انا شايف ايه؟ انا شايف والله هو التعرجات دي، فدي التنج، تمام اللسان. طيب ده انر سيرفيس ولا الدورسال سيرفيس ولا الفنترال؟ احنا قلنا طالما في تعرجات كده يبقى ده الدورسال، يبقى ده الدورسال سيرفيس اوف ذا تنج، مفيش مشكله. وبيبقى طبعا ايه استراتيفايس كومس بيسلم وايه بارشال كيراتينايزد، عليه شويه كيراتين عشان طبعا ايه يحمي يحمي الميوكوزا بتاعت الايه الميوكوزا اللي تحت دي بتاعت التنج. هنا انا شايف والله شايف تعرجات ولا لا؟ اللي انا مش شايف تعرجات، اللي هي التعرجات اللي بتبقى كده، يبقى ده الفنترال سيرفيس. طب والفنترال سيرفيس ده كان بيتبطن بايه؟ اللي هي طبقه الميوكوزا عادي اللي هي نان كيراتينايز استراتيفايتس كومس ابسيليام، نان كيراتينايز استراتيفايتس كومس ابسيليام. يبقى انا كده لحد الان انا ايه اللي ايه مفتاح كلمه السر عندي؟ الابسيليام، الابسيليام ببص عليه ومن خلاله بقول، كانت ببص على الابسيليام في 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 اللبس، لو هي لو الابسيليم ده نون كيراتينايزد يبقى ده الانر سيرفيس او الانر ميوكوزال، لكن لو هو كيراتينايزد يبقى ده الهيري اوتر سيرفيس. طيب بعد كده في اللسان لو الابسيليم ده
متعرج يبقى ده ايه؟ ده الدورسال. طب لو هو مش متعرج ماشي كده عادي يبقى ده الايه؟ الفنترال. بعد كده ده برضو انا شايف طنج اهوت، ده السيرفيس بتاعه. طب ده الانر ولا ده اسف اللي هو الفنترال ولا الدورسال؟ والله انا مش شايف تعرجات، فده ايه؟ فده الفنترال. يبقى النان كراتينايز ستراتيفايز خمس بس لما فيش كراتين اهو، ودي طبعا الايه؟ اللامينا بروبريا. بعد كده انا شايف برضو والله الطنجة وشكل اللسان بيبقى عامل ازاي. والله انا عايزك تشوف الدورسال والفنترال. قال لك والله احنا قلنا اللي بيبقى فيها التعرجات دي الزوايد دي اللي هي الايه؟ الدورسال، لكن اللي ما فيهوش حاجة ده الفنترال. هنا برضو نفس الكلام، ده طنج تمام مفيش مشكلة، ودي العضلات بتاعته اهي، العضلات انر سيركولار واوتر لونجيتودينال اهي، وبتبقى مترتبه طبعا فيرتيكال وهوريزونتال ولونجيتودينال، مفيش مشكله من الكلام ده كله. المهم دي ادي السكيلتال ماسل اوف ذا تانج، العضلات بتاعتي. بيقول لك انترسكتنج ات رايت انجل، بتاعت في الناحيه اليمين، ما ولا تخلي بالك بالكلام ده تمام، سكيلتال ماسل اوف ذا تانج وخلاص. طيب ده ايه برضو؟ ده تانج تمام، ده لسان. ليه؟ انا شايف كيراتين اهو، يبقى ده كيراتينايز ستراتيفايز خمس بسلم، يبقى ده ايه؟ طنج. طيب ايه التركيب ده اللي هو مشاور عليه ده؟ والله احنا كنا بنقول ان الطنج ده الكيراتينايز ده يبقى الدورسال سيرفس اللي فيه بابلاي. البابلاي دي كانت عندي انواع، كان في منها مثلا فيليفورم والايه والسيركمفيلت والكلام ده كله، ما فيش مشكله. طيب احنا كنا بنقول ان الشكل اللي هو بيبقى معوج كده الراس بتاعته معوجه دي بقى اسميه الفيلي فورم، فيلي فورم الراس بتاعته معوجه. يبقى لما الاقي بابلاي راسه معوجه كده او مدببه كده او لها بوز، دي يبقى ايه؟ دي الفيلي فورم. طيب لما الاقيها عامله كده زي ورقه الشجر يبقى دي الفانجي فورم تمام، عامله زي المشروم شي، فانجي فورم بابلاي، ودي لامنا بروبيا، وده طبعا نان كراتينايز ستراتيفايز كومس بسيلي. طيب هنا لو لقيتها مدوره كده وحواليها في حتتين فاضيين كده، دي يبقى دي السيركمفليت، السيركمفليت وبيبقى حواليها جروف او فالي او اللي بقول عليها الايه؟ الخنادق بتاعتي اهي. طيب يبقى دي التانج، والاستراكشر ده بيشير على ايه؟ ده على السيركمفليت بابيلاي. طيب السيركمفليت بابيلاي ده خد بالك ان هو كان بيبقى فيه جلاند مهمه جدا اسمها ايه؟ اسمها الفون ابنر جلاند. يبقى لما تلاقي شكل السيركمفليت ده ويشاور لك على جلاند زي دي تقول له دي والله الفون ابنر جلاند، فون ابنر جلاند. بعد كده برضو نفس الكلام، هي شكل الدايره هي توي اللي حواليها فاضي، يبقى ده السيركمفليت بابيلاي، وده الاورجان ده ايه؟ ده التانك، وطبعا الجلاند دي ايه؟ فون ابنر. بعد كده ده ايه؟ ده التانك بتاع الرابت اللي هو الفوليت بابيلاي، لان احنا قلنا الفوليت دي ما بتبقاش موجوده في الانسان كتير، لكن بتبقى موجوده في الايه؟ في الحيوانات. فده الفوليت اللي هي بتبقى عامله كده زي الايه؟ زي الصوابع كده، كانها مايكروفلاي كده تمام. لما تشوفها تقول عليها التانج اوف رابيت، لسان الارانب. ده برضو بتبقى ايه؟ دي بتبقى عباره عن فوليت بابيلاي، فوليت بابيلاي اهي، فوليت بابيلاي. طيب امال لو شايل لك على الحاجات دي تقول له دي التست باد اللي حاسه التذوق، التست باد، وهنتكلم عنها كمان شويه. وتبقى طبعا برضو نان كاراتينايزد، احنا متفقين ان كل نان كاراتينايزد ما عدا الفليفورم. بعد كده دي برضه اهوت انا شايف ايه؟ انا شايف صوابع هي طالعة، يبقى دي الايه؟ دي الفوليت بابيلاي، وطبعا دي ايه؟ في التانج رابت. دي ايه؟ دي التست باد اللي احنا بنقول عليها، التست باد. برضه دي فوليت اهي عامله صوابع اهي، صوابع اهي. اذا دي على طول اللي ايه؟ الفوليت تمام، وبيبقى فيها طبعا دي تيست باد حاسه التذوق، وده تانج اوف رابت. كل الكلام ايه؟ مفيش منه مشكله. طيب التيست اوف باد، التيست باد دي اللي هي حاسه التذوق، ده بتبقى نيورو ابيثيليوم ومتعدل، بيبقى عباره عن ايه؟ والله بيبقى فيه بور كده فوق وبيبقى طالع منها مايكروفلاي، وبيبقى نوعين من الخلايا، سبورتنج سيل وتستنج سيل. سبورتنج سيل دي الخلايا المسؤوله عن التدييم، والتستنج سيل دي الخلايا المسؤوله عن التذوق. فلما يجي يشاور لي هنا والله شكل عامل كده زي البصله، هتقول له ده التيست باد.
هنا برضو شكل عامل زي البصل اهو، ومخطط من جوه اهو، متقسم فصوص، يبقى ده التست بد، متقسم فصوص اهو، ده التست بد. طيب التست بد ده بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن نيورو ابسيليم، مفيش مشكلة منه خالص. طيب تعالى بقى من اول هنا الحاجات المهمه اللي هي ده التيست ده اللي هيجي في الامتحان بقى بالنص، تمام؟ الباقي كله ده ايه؟ لمجرد التوضيح بس. بيقول لك ايه؟ ايه ده عباره عن ايه؟ انا شايف والله ده ابسيليم موت وفيه كيراتين، يبقى ده الكيراتينايز ستراتيفايز كوماس ابسيليم اللي هو الاوتر هيري سيرفيس اوف ليب. يبقى لو قال لك ده ايه؟ انت هتقول له الاوتر هيري سيرفيس اوف ليب، لو قال لك الابسيليم بتاعه ايه؟ تقول له كيراتينايز ستراتيفايز كوماس ابسيليم. طيب بي والله بي ده يبقى اللي تحت ده بدل انر ايه؟ الانر ميكوزال سيرفيس. طب نوع ايه؟ نان كارتينايز ستراتيفايز كوماس ابسيليم. طب السي ده الخط الفاصل بينهم، يبقى ده الفيرميولين بوردر او الريد لاين. بيقول لك البوينتد ارو السهم المنقط ده بيشاور لايه؟ دي قلنا الايه؟ السبيكشوس جلاند. طيب البلاك ارو، البلاك ارو ده بيشاور لايه؟ بيشاور للجلاند اللي هي بتاعت الميوكوزال، الميوكوزال جلاند اللي هي اللي احنا بنقول عليها الايه؟ الليبيال جلاند اللي نوعها سليبر جلاند، معلش هي مكتوبه بالعكس اهو، ليبيال جلاند رام اليمين الشمال، ليبيال جلاند. طب الريد ارو، الريد ارو ده والله بيشاور على عضله هنا كده اللي كان اسمها الاوربيكيلاريس اوريس، برضو من اليمين الشمال اوربيكيلاريس اوريس. طب اليالو ارو، اليالو ارو ده كان بيشير احنا كنا بنقول الخليه المطوله ديت اللي قريبه من الهير فوليكل، يبقى ده او الهير سيرفس، يبقى دي الهير فوليكل بصيلات الشعر. طيب بيقول لك والله ده يشير الى ايه؟ والله ده انا شايف ايه؟ انا شايف ابسيليا وشايف تحته جلاند وشايف فينا عضله اهو. طيب يبقى احنا كده بنتكلم الابسيليم، احنا بنقول نشوف كيراتينايز ولا كيراتينايز، ده لان كيراتينايز، يبقى احنا كده في الايه؟ في اللي هو الاورال كافيتي، تمام؟ يا الاورال كافيتي يا الاسوفيجاس، ما احنا بنبص على الابسيليم، الابسيليم لان كيراتينايز يبقى احنا في الاورال كافيتي او الاسوفيجاس. احنا هنا فين؟ احنا هنا في الاورال كافيتي. ليه؟ احنا لما نيجي ناخد الاسوفيجاس دلوقتي هنعرف الفرق. طيب والله انا شايف هنا، انا شايف جلاند كبيره اهي، شايف جلاند اهي، الجلاند دي اللي هي ايه؟ اللي هي الكاتليبيا الجلاند، تمام؟ او السليفري جلاند، خلينا دلوقتي السليفري جلاند. طيب انا شايف هنا الابسيليم ما هو نان كيراتينايز، يبقى نان كيراتينايز يبقى ده الايه؟ الانر سيرفيس اوف ذا ليب، الانر سيرفيس اوف ذا ليب ده اللي هو كان بيبقى نان كيراتينايز ستراتيفايز كوماس ابسيليم. طيب الريد ارو، الريد ارو ده والله بيشير لايه؟ والله الريد ارو ده بيشير لنوع الابسيليم اللي هو نان كيراتينايز ستراتيفايز كوماس ابسيليم. وبيقول لك الاورجن، الاورجن ده الايه؟ اللبس الشفايف. طب البلو ارو، قال لك والله البلو ارو اللي هو ده بيشير لايه؟ ده بيشير لي اللي هي الجلاند اللي اسمها اللي هي المينو سيرفي جلاند، تحديدا بقول عليها هنا الليبيا الجلاند عشان هي في الشفايف، الليبيا الجلاند. طيب الجرين ارو، الجرين ارو ده والله بيشير العضله اهيت اللي هي الايه؟ الاوربيكيلاريس اوريس ماسل. يبقى لما تلاقي ابيسيليا وفي غده كبيره كده وتحته عضلات، دي على طول اعرف ان انت في الشفايف اللبس. طيب هنا نلاقي عضلات كده ايه؟ عضلات مختلفة الشكل وفي ايه؟ في زوايد كده، والزوايد دي ايه؟ معوجة كده، يبقى دي على طول الطنج، وتحديدا دي بابلاي نوعها الفيلي فورم عشان ايه؟ معوجة كده، تمام؟ الفيلي فورم بابلاي. بعد كده بقول لي، قول لي نوع البابلاي، والله هنا معوجة يبقى دي الفيلي فورم، مفيش مشكلة. طيب هنا، هنا والله مكعبرة كده او عامله زي ايه؟ زي المشروم كده او ورقه الشجر، يبقى ده الفانجي فورم. خد بالك انا بفرق الفانجي فورم من السيركمفيرنس، السيركمفيليت اسيد بتبقى عامله كده سيركمفيليت، وحواليها من هنا حواليها من هنا كريبت، وحواليها من هنا كريبت، او فالي وفالي، حواليها خندق من هنا وخندق من هنا، وبقى في هنا تحتها ايه؟ الفون ابنر سيل، لكن هنا مفيش الكلام ده، تمام؟ طيب يبقى دي الفانجي فورم. بقول لك قول لي الاثنين دول، والله دي اهي بص دي الفانجي فورم هي، لكن بقى اشوف السيركمفيرنس، السيركم او السيركمفيليت هنا فاضي وهنا فاضي، وفي هنا الايه؟ الجلاند اهيت اللي احنا بنقول عليها الايه؟ الفون ابنر، تمام؟ يبقى ايه؟ الفانج فورم، والبي السيركمفيليت. هنا بيقول لك قول لي ده ايه؟ والله انا شايف اهيت في هنا خندق وفي هنا خندق، يبقى ده الايه؟ السيركمفيليت. طب اللي بالسيليم بتاعها ايه؟ بيبقى نان كيراتينايز ستراتيفايز كوماس بالسيليم، قلنا الوحيده اللي كيراتينايز هي الفيلي فورم. طيب اليلو ارو، اليلو ارو ده والله بيشيل التست بد، الخلايا اللي هي بتبقى لونها فاتح كده، دي التست بد اللي هي الحاسه بتاعت الايه؟ بتاعت الشم. طيب الريد ارو، والله الريد ارو ده بيشيل غده، الغده دي اسمها فون ابنر جلاند زي ما احنا قلنا. هنا برضو ده والله سيركمفليت،
او سيركمفليت اللي بيقول لي ايدنتيفايز اورجان ده التانج بتاع الايه بتاع الهيومن. طيب بيقول لك ايه 18، قول لي 18 ده ايه؟ 18 ده السيركمفليت. طيب 19 ده ايه؟ 19 دي تحت اللي بيسلم بديله منها بروبريا. طب 20 بيشاور على الغده، يبقى الغده دي اللي احنا عارفينها اللي هي الفون ابنر جلاند، او نوعها ايه لو سالك سيرس جلاند، بتفرز سائل مصلي اللي هي السلايفا. بص علشان تسهل على نفسك، اللي هي بتبقى دي اللي هي الشكل بتاع السيركمفليت، اي حاجه بيشاور لك على تحت دي الفون ابنر على طول. تمام. طيب يبقى احنا كده احنا الدنيا مسكمينها معانا ومسستمين نفسنا. بعد كده بيقول لك عرف النوع البابيلاي دي، البابيلاي دي عامله ايه؟ عامله زي الصبع كده. يبقى الصابع دي ايه؟ بتبقى فوليت. تمام. طيب البلاك ارو، البلاك ارو ده بيشيل ايه؟ بيشيل السكلت المصل بتاع اللسان، العضلات بتاعت اللسان، هي عضلاتك يبقى ده عضلات اللسان. طب الريد ارو، والله الريد ارو ده بيشيل ايه؟ الجلاند اللي هي كانت اسمها ايه؟ اللي هي اللينجوينال جلاند، او هو عايز او اقول له سيريس جلاند، ما فيش مشكله، بتفرز ايه؟ سائل المصل اللي هو السلايفا، ما فيش مشكله. طب الوايت ارو، الوايت ارو ده بيشيل ايه؟ عايز امسح لك بس عشان اوضح لك، بيشيل خلايا كده، شايف انت خلايا اللي في الجنب دي؟ الخلايا اللي في الجنب دي دايما في البابلاي دي التست بد. تمام. تست بد اللي هي الخلايا بتاعت الايه؟ بتاعت التذوق. يبقى انا كده اي خليه في جنب البابلاي قول عليها التست بد. طب لو السيركمفليت اي حاجه تحتها قول عليها الايه؟ الفون ابنر جلاند. هنا والله انا شايف ايه؟ انا شايف باللايف فوليت اهي، يبقى دي على طول احنا قلنا الفوليت دي ما بتبقاش موجوده في الانسان، موجوده في الرابت، يبقى ده عباره عن ايه؟ ايدنتيفايز اورجان، ده التانج رابت. طيب إيه بيقول لك؟ قول لي التركيب رقم 10، التركيب رقم 10 ده اللي هو الفوليت بابلاي. طب التركيب رقم 11 مثال على خليه في جنب بابلاي، يبقى على طول دي وانت مغمض التست بض. 12 بيقول لك الغدد دي اسمها ايه؟ والله دي اسمها السيرس جراند، او عايز تقول اللينجوينال جراند عادي، سيرس جراند ما فيش مشكله. بعد كده بقول لك ايه ده؟ والله انا شايف خليه كده عامله زي البصله اهي، خليه عامله زي البصله وخليه مخططه من جوه، شايف في خطوط تحسها مخططه من جوه، يبقى دي التست بض على طول. بقول لك قول لي ده ايه؟ والله انا شايف خليه عامله زي البصله اهي، خليه عامله زي البصله، يبقى ده الايه؟ التست بض. طيب بيقول لك ايه نوع الابيسيليم بتاعها؟ والله ده بيبقى نيورو ابيسيليم. طيب اسم الخليه ايه؟ اسمها التست بض. بتتكون من ايه؟ بتتكون من سبورتنج سيل وبيزل سيل، مفيش مشكله. طيب الابيسيليم، نوع الابيسيليم ده ايه؟ نوع الابيسيليم ده نون كراتينايز ستراتيفايز كوماس ابيسيليم. تمام. طيب ليه؟ اللي هو لانه الطنج. طب بيقول لك رقم، بيقول لك اللي هو النجمه دي، النجمه دي بتشير تحت الابيسيليم، يبقى تحت الابيسيليم ده اللي هو الايه؟ اللامينا بروبريا. وطبعا اللي بيسيل ما هو شايف في خلايا كتير، خلايا هنا وخلايا هنا، صفوف كتيره من الخلايا، والطبقه الخارجيه فوق ايه؟ فلات وما فيهاش ايه؟ ما فيهاش كراتين، يبقى دي نون كراتينايز ستراتيفايد سكوماس ابيسيليا. طبعا انت ايه اكتبه في الامتحان، كمل الاختصارات يعني ستراتيفايد سكوماس ابيسيليا، ما تكتبلوش اللي هي الاختصارات دي. بعد كده ندخل على الاسوبيجاس. احنا كده عرفنا فرنا اللانج او الاورال كافيتي بيبقى عامل ازاي. والله الاورال كافيتي بيبقى عندي اللبس والتانج، عرفنا التانج بيبقى فيه باب اللاي واللبس ما فيهاش باب اللاي. تمام، ما فيش مشكله، وعرفنا ان احنا بنعرفهم من الابيسيليام. قال لك والله ايه ده جنرال استراكشر اللي احنا قلنا عليها، الميوكوزا والصاب ميوكوزا والمسكوزا والكلام ده كله، ما فيش مشكله. تمام، او ميوكوزا بقى تحتها الصاب ميوكوزا، تحتها الماسكولوزا اللي هي بتبقى انتر سيركولار واوتر لونجيتودينال، وبعد كده الادفنتيشيا او اللي بنقول عليها احيانا السلوزا في الاستومك والانتست. طيب احنا قلنا الاسوفاجس اللي بيسيليم بتاعه ايه؟ عباره عن نان كيراتينايز ستراتيفايز سكوماس بيسيليم، اهو اللي بيسيليم كله خلايا كتيره اهيت، ومفيش وخلايا اللي فوق سكوماس ومفيش كيراتين، يبقى ده نان كيراتينايز ستراتيفايز سكوماس بيسيليم. تمام. طيب واللي تحتها دي منها بروبريا. طيب قال لك والله بقى افرق بقى ازاي الاسوفاجس عن عن اللبس او الشفايف. قال لك والله الجلاند، هتلاقي في جلاند كتيره وفي ماسكولوزا وادفنتيشيا، الطبقات تحت بقى تبدا تظهر، فبالتالي دي على طول اسوفاجس. فبالتالي هو عندك هنا مثلا ده الابيسيليام، ودي اللامنا بروبريا، دي الجلاند، دي الميوكوزا الماسكولوزا، ودي الايه؟ الادفنتيشيا، مفيش مشكله. بيقول لك ده الاسوفاجس اوف جاد اوف دوج، الاسوفاجس بتاع الكلاب، ودي طبعا ايه؟ قناه ضغط هاد الجلاند دي بتصب افرازاتها فيها. تمام. طيب ولو سالك على نوع الميوكاس جلاند دي قول والله دي كومباوند تيبلو الفلور جلاند، بتبقى عباره عن عامله كده.
تمام. طيب تبيولو اوليفرال جلاند، الغدد دي اللي هي ايه؟ الميوكاس جلاند اللي موجوده في الصب ميوكوزا. بعد كده والله دي ايه، والله انا شايف في جلاند كده هي كتيره، جلاند كتيره، يبقى دي ايه؟ الاسوفجاس، تمام، لان ده كيراتين نان كيراتين استرفيس كومس ابيسيليام. طيب يبقى ده الاسوفجاس اوف دوج، الاسوفجاس بتاع الكلاب. طب اللي جوه دي ايه؟ دي الصب ميوكوزا الجلاند، الغدد اللي موجوده بتاعت الايه؟ بتاعت الصب ميوكوزا. ده ايه ده؟ والله بسينما هو تولامنا بروبريا وماسكولاريس ميوكوزا. اذا ده في الايه؟ في الماسكولاريس ميوكوزا، يعني الطبقات بتاعتي بدات تتكون. يبقى دي طبقه الميوكوزا بتاعت الايه؟ بتاعت الاسوفاجس، او دي الاسوفاجس بتاع الكلب بتاع القطط. طب ايه الفرق بين بتاع القطط وبتاع الكلاب؟ وانا هقعد افرق. اه في فرق، بتاع القطط ما فيهوش جلاند، اللي اللامنا بروبريا ما فيهاش جلاند. بص هنا ما فيش جلاند، لكن بتاع الدوج بص كان فيه جلاند اهي. يبقى لما تيجي الاسوفاجاس تشوفه، تشوف لو في جلاند قول اسوفاجاس دوج، لو ما فيش جلاند قول اسوفاجاس كات، تمام. ما فيش ايه؟ ما فيش جلاند في الصاب ميوكوزا اهي. هنا والله انا شايف ايه؟ انا شايف البسيليا اهوت، وادي ودي الصاب ميوكوزا، ودي الماسكولوزا، ودي الماسكولاريس ميوكوزا، ما فيش مشكله. يبقى دي ايه؟ الاسوفاجاس. طيب الاسوفاجاس، هسال نفس السؤال، هو اسوفاجاس كات ولا دوج؟ هعرفها ازاي؟ من الجلاند. في صاب ميوكوزا الجلاند؟ لا ما فيش، لما ما فيهاش جلاند اهيت، يعني ما فيهاش لون ازرق. لو فيها لون ازرق تقول عليها الدوج، لو ما فيهاش لون ازرق قول عليها ايه؟ كات. او هنا بيوضح لك اهوت، بص هنا دي في اللامنا بروبريا بتاعت ايه؟ نقط زرع اهي، نقط زرع، يبقى دي الدوج. لكن في هنا ما فيش نقط زرع، يبقى دي الايه؟ دي الكات. النقط الزرع دي اللي ايه؟ اللي هي الجلاند. طيب هو هنا جايب لك طبقه الايه؟ طبقه الماسكولوزا، طبقه عضلات اهي. العضلات اللي تحت كنا بنقول ايه؟ ان اللي جوه بتترتب انر، واللي بره بتترتب اوتر. يبقى اللي جوه انر سيركولار، اسف، واللي بره اوتر لونجتيودونال بالطول، تمام. يبقى دي مدوره هي، لكن دي لونجتيودونال بالطول، دي ماشيه كده. بص لو انت كملتها تلاقيها ماشيه كده سيركولار كده، لكن دي لونجتيودونال بالطول. بيقول لك يبقى في جلاند او في تجمع كده من الحاجات من الخلايا، ده بيبقى اللي هو الايه؟ اللي هو الايروباك بلكسس، ايروباك بلكسس، الايروباك بلكسس ده اللي هو كان مسؤول عن الموفمنت. يبقى دي طبقه الماسكولوز. بعد كده انا شايف ايه؟ والله انا شايف حاجتين كده داخلين في بعض، بمعنى لو انا جيت هنا انا شايف البسيليم هنا ايه؟ البسيليم مختلف نوع ايه؟ نان كراتينيس ستراتيفاس كومس البسيليم، وادي الاسوفجيال جلاند ما فيش مشكله، وادي المصل طبقه المصل الرفيعه اهي. فجاه المصل اتكبرت، طبقه المصل كبرت، والبسيليم بتاع نوعه اتغير. قال لك ايه يعني ده اللي حصل؟ ايه معنى ذلك؟ ان انا انتقلت من الاسوفجاس للاستومك، يبقى ده الجاسترو اسوفجيال جانكشن، الارتباط بين الاسوفجاس والمعده. قال لك تعالى في اللي تحت اوضح، اللي مثلا ده نانكرا ترانس ابسيليم بقى ايه؟ بقى تحول لشكل غريب كده، اللي هو الايه؟ الجاست، اللي هو اللامنر ابسيليم او الجاستريك جلاند. طيب بص هنا الاسوفاجاس جلاند، ودي الجاستريك جلاند. بص هنا المصل هنا كانت تبقى المصل هنا كانت صغيره، بص كبرت ازاي؟ كبرت خالص اهي، تمام. ليه؟ عشان العضلات بتاعت المعده. نفس الكلام هنا، كانت ماشيه المصل صغيره، المصل كبرت، اذا انت ايه؟ دخلت المعده على طول، والاسوفجيال جلاند اختفت. طيب بعد كده برضو ده نفس الكلام، جاسترو اسوفجيال جانكشن، ادي الابسيليم بتاع الاسوفجاس، وفجاه تحول ليه؟ لكولامنر ابسيليم اهوت، وفي فراغات بينهم اللي هي البت، تمام. يبقى ده الجاستريك ابسيليم، اللي هو الابسيليم بتاع المعده، اللي هو سيمبل كولامنر ابسيليم سيكريتوري، تمام. طيب ده جاسترو اسوفجيال جانكشن. من اول هنا بقى المهم اللي بيجي في الامتحان، بيقول لك والله ايه ده؟ والله انا شايف هنا بسيليام كتير اهوت، استراتفايز كومس بسيليام نان كراتينايز، وتحته لامنا بروبريا، وتحته ميوكوزا انر سيركولار اوتر لونجيتودونال، ما فيش مشكله. يبقى ده ايه؟ اسوفيجاس. لو ما فيش الميوكوزا، لو ما فيش الطبقات بتاعت المصل دي، يبقى ممكن اتلخبط بينه وبين اللبس او الشفايف، لكن هنا في طبقه عضلات، فايه؟ فخلاص ده اسوفيجاس رسمي. قال لك ده ايه ده؟ اسوفيجاس هيومن، ما فيش مشكله لانه في التراكيب كامله. قال لك طيب الايه ده؟ بيشيل البسيليا. طيب اللي بيقول لك البلاك ارو، البلاك ارو ده حضرتك عندي بيشير للماسكولاريس ميوكوزا،
ليه؟ احنا ده الابيسيليم تحت اللامنا بروبريا وتحت الصبغه الايه الماسكولار اسمي يكون زي مترتبه اهي، شايف شايف معايا مترتبه اهي. طيب البلو ارو، البلو ارو ده والله بيشير ليه؟ لتجمع من الخلايا كده اللي هي الجلاند، اللي هي الاستروجيال جلاند، اللي هي ايه نوعها ميوكس جلاند. تمام. طيب الجرين، الجرين يلو، الجرين ارو ده بيشير للضغط، الضغط بتاعت الايه بتاعت الاستروجيال جلاند. عندي ايه تاني؟ الاستريك اللي هو النجمه دي، النجمه دي بتشير ليه؟ والله النجمه دي بتشير طبقه الصب ميوكوز اهو. تمام. طيب امال الارو هيد ده، راس المثلث دي بتشير ليه؟ والله العضلات دي ماشيه كده. يبقى دي الانر سيركولر، او اللي ممكن تقول عليها الايه اللي هي الانر سيركولر بتبقى من جوه، دي نوع طبقه الماسكلوزا. الماسكلوزا عندي بتبقى انر سيركولر واوتر لينجوينال، دي الانر سيركولر. طيب اللي بره دي مترتبه بالطول ايه؟ يبقى دي الاوتر لينجوينال. تمام. طيب دي اللي بيجي في الامتحان الرسومات دي زي ما احنا عارفين. بعد كده بيقول لي ده ايه؟ والله ده بيسيليم وفي جلاند اهيت وفي المصل اهي، يبقى ده الايه؟ الاسوفيجاس. تمام. طيب يبقى ده اللي بيقول لك السام ده بيشيل ايه؟ الاسوفيجيال جلاند. ودنتفاي ذا استراكشر، ده اسوفيجاس زي ما قلنا. وبيقول لك او اسف بيقول لك الموضوع الاستراكشر اللي مشاور عليه، الاستراكشر اللي مشاور عليه هو الاسوفيجيال جلاند. بيقول لك خليك واضح في نوعه، احنا قلنا نوع الاسوفيجيال جلاند بيبقى ايه؟ بيبقى كومباوند تيبلو الفولار جلاند. طيب طبعا اللي بيبقى فيه جلاند مين؟ الكات ولا الدوج؟ الدوج. طيب واللي بيقول لك ان ويتش لير ار زي بريزنت، بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في الصب ميوكوزا، الاسوفيجيال جلاند بتبقى موجوده في الصب ميوكوزا. هنا انا شايف ايه؟ انا شايف والله خلايا بسيليم كتير اهيت ونان كاترنز، يبقى ده نان كاترنز تلتفاتس كومس بسيليم، يبقى ده معناه اللي هو الايه؟ انا في الاسوفيجاس. يبقى الايه ده اللي هو اللانك ترانس ستراتيفيس كومس بسيليم، بيقول لك البلاك ارو دي جلاند، يبقى دي الايه؟ الاسوفيجيال جلاند. طيب البلو ارو، البلو ارو ده والله بيشاور على طبقه كده عضلات هيئت بين الـ بين الـ فوق الصب ميوكوزا، فوق الجلاند، يبقى دي الايه؟ دي الماسكولاريس ميوكوزا، تحت الميوكوزا على طول. بعد كده الجرين ارو، الجرين ارو ده بيشيل الضغط اهيت، الضغط بتاعت الاسوفيجيال جلاند. النجمه دي بتشيل ليه؟ للماسكولوزا، طبقه عضلات كبيره خالص اهي، واللي طبعا بره دي اللي هي الايه؟ الادفنتيشيا. هنا نفس الكلام، ادي يعني بيسيليم كتير اهوت، يبقى ده الاسوفاجاس، انا في الاسوفاجاس. طيب والاسوفاجاس ده في جلاند، يبقى ده اسوفيجيال. بيقول لك ده اسوفاجاس بتاع كات ولا دوج، في جلاند اهيت، يبقى ده ايه؟ دوج. بيقول لك منشن ذا كرايتيريا فور ذا ديفرنس، الفرق بينهم ايه؟ الفرق بينهم والله ان الميوكاس جلاند اللي موجوده في الصب ميوكوزا. تمام. صب ميوكوزا دي ام، صب ميوكوزا. بعد كده بيقول لك ده ايه؟ والله برضو ده بيسيليم، يبقى ده ايه؟ الاسوفيجاس، الاسوفيجال او ده اسف الاسوفيجاس. طيب بس انا شايف ان في تغير حصل اهو، يبقى ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن جاستروسوفيجال جنكشن، من الارتباط بين المعده والمريء. طيب قال لك واحد ده ايه؟ والله ده البيسيليم اهو بتاع ستراتفايس كومس بيسيليم، يبقى ده الاسوفيجاس، واثنين ده اللي هو الايه؟ اثنين دي اللي هي الاستومك. تمام. وفي جلاند كتير اهي. طيب بقول لك رقم ثلاثة، ايدنتيفاي الارو البلاك والريد والجرين. البلاك ده بيشاور هنا على السيليم بتاع الاسوفاجس، يبقى ده نانكراتيناي ستراتيفايس كوماس بسيليم. طيب الريد، الريد ده بيشاور على الجلاند بتاعت المعدة، فبقول عليها جاستريك جلاند. النجمة دي بتشاور على ايه؟ النجمة دي بتشاور على الطبقة اللي تحت الابسيليم، اللي تحت الابسيليم وقبل الميوكوزا، يبقى دي الايه؟ دي الماسكولاريس ميوكوزا. واربعة، اربعة بيقول لك ايدنتيفاي ذا لير، او اللي هي النجمة دي اللي هي اللي بتاعت الايه؟ الصب ميوكوزا. يبقى انا كده عندي السهم الاخضر ده الماسكولاريس ميوكوزا، والنجمة او النجمة اسف الصب ميوكوزا، واللي تحت ده طبعا الايه؟ الماسكولوزا. يبقى انا كده عندي ابسيليا لامنا بروبريا ماسكولاريس ميوكوزا والصب ميوكوزا والماسكولوزا. طيب بعد كده ندخل على الاستومك. طيب نشوف الاستومك، والله احنا الاستومك دي كانت برضو عندي بتتكون من اربع طبقات، ميوكوزا صب ميوكوزا ماسكولوزا وسيروزا، بس الماسكولوزا عندي كانت بتختلف في الاستومك. ازاي الاختلاف؟
الماسكولوزا بتاعت اي حاجه بتبقى انر سيركولر واوتر لينجدونال، لكن بتاعت الاستومك علشان انا عايز العضلات تبقى كتير عشان المعده دي بتهضم وتشتغل كتير عايزها اكتر، فهزود طبعا، يبقى بتبقى انر اوبليك ميدل سيركولر اوتر لينجدونال. تمام. طيب، وبيبقى الابيسيليوم مع اللامنا بروبريا اللي هو الفولد يعني، ده بقول عليه جاستريك روج، جاستريك روج. تمام. طيب، ده لما بيبقى في حاله الامتي ستومك، لكن لما بتبقى المعده مليانه بيبدا يتشد، فده هقول عليه والله ده الفاندس اوف ستومك. ليه؟ في الابيسيليوم اهوت، وفي اللامنا بروبريا، وفي الماسكولوزا، بتاعتها اهي. تمام. يبقى ده الفاندس اوف ستومك، لان الرخ دي بتبقى موجوده فين؟ في الفندس اللي هي دي. قال لك والله ده ايه؟ دي معده اهي. تمام. طيب، معده ليه؟ لان طبقه العضلات كبيره هي، وفي جلاند هنا هي كتير. طيب، فبالتالي الطبقات بتاعت ايه؟ ميوكوزا، التونيكا دي عن طبقه ميوكوزا، صب ميوكوزا، ماسكولوزا، والسيروزا بره اهي. تمام. ليه سيروزا هنا؟ لانها متغطيه بال متغطيه بال 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 بالروتينيوم. تمام. فده الفندس اوف ستومك. ده ايه؟ انا شايف طبقه عضلات كبيره اهيت، والخليه عامله كده، وطبعا ده الابسيليم بتاعي كلها منر اهو، كلها منر. فده الاستومك، فندس اوف ستومك. فام دي اللي هي الميوكوزا. طيب، اللي تحتها دي اللي بتبقى ايه؟ صب ميوكوزا، والطبقتين مع بعض بقول عليهم جاستريك رو. بعد كده بيقول لك بي، دي حفره كده ايه في الاستومك، حفره في الابسيليم بتاع الاستومك اللي بقول عليها الجاستريك بت، حفره في المعده. طيب، الجي اللي هي الجلاند اللي ماليه المعده دي الجاستريك جلاند. تمام. طيب، هنا والله دي الحفره هي الفراغ ده اللي هو البيت، واللي تحته ده بيبقى الجاستريك جلاند، يبقى ده المعده. وطب نوع الجلاند دي سيمبل سيمبل برانش تيومورال جلاند، تبقى متفرعه كده. تمام. طيب، هنا نفس الكلام، الفراغ اللي بين الخلايا ده بيبقى اسمه بت، واللي تحته اسمه جاستريك جلاند. هنا برضه اهو البت والجاستريك جلاند. طيب، بيقول لك دي خلايا ايه؟ والله دي ده طبعا الفندق في السمك بيشيل خلايا البرايتال سيل. دي خلايا برايتال سيل، خلايا ايه؟ السام ده بيشيل خلايا برايتال سيل. ليه؟ خليه بتبقى ايه؟ راوندد كده، راوندد. تمام. طيب، اللي هي دي راوندد وايه، وبتبقى بيزل بيزل نيوكلاس بقى، وبيزوفيليك، اسف، نيوكلاس. تمام. طيب، وبيقول لك ان نسبه البت للجاستريك بيبقى 3 1 1 3، يعني البت الجاستريك بتبقى 3 اضعاف طول البت او الحفره. ما فيش مشكله. قال لك ده ايه؟ والله انا شايف اهوت الجلاند الكولامنر سيل اهوت، والفراغات اللي بينه دي اللي هي البت الجاستريك بت، يبقى ده الفندس اوف ستومك. بيبقى تحته الايه؟ الجلاند. يبقى دي الايه؟ الجلاند. فبقول لك واحد ده ايه؟ ده واحد السيرفيس ميوكوزا، بيبقى متكونه من سيمبل كولامنر ابيسيليوم. طيب، اتنين دي والله البرايتال سيل اللي هي بتاعت الايه؟ بتاعت الجاستريك ميوكوزا. طب، ثلاثة دي الشيف سيل. ليه؟ قال لك والله لان الشيف سيل او البيبتيك سيل بتبقى في البيز بتاع الايه؟ في البيز بتاع ال في البيز بتاعت الجلاند. تمام. طيب، يبقى عندي البرايتال سيل دي اللي بيبقى فوق دايما البرايتال سيل اللي بتبقى في النك، اما اللي او السطح بتاع الايه؟ بتاع الجلاند. اما اللي بتبقى تحت البيبتيك سيل اللي بتبقى موجوده في البادي، في الجسم تحت، في البيس، في القاعده. تمام. طيب، دايما تفرقهم كده. وفي حاجه كمان، البيبتيك سيل بتبقى غامقه عن البرايتال سيل. تمام. يبقى الفاتح ده البرايتال، واللي تحت الغامق ده الايه؟ البيبتيك، عشان تفرقهم، لان دول هيبقوا عليهم سلايدات كتيره كمان شويه. ده انا شايف ايه؟ والله انا شايف البيت اهوت، ودي الجلاند، يبقى ده ايه؟ ده الفندس اوف ستومك. تمام. بيقول لك ان هو السيمبل كورنر بيسيليا ما فيش مشكله، كل ده ما فيش اي مشكله، السكريشن بتاعتي بتبقى بتفرز ميوكس. كل ده طبعا صور للايضاح زي ما احنا عارفين. ده ايه؟ ده البت اهي، تبقى ده الايه؟ الفندس اوف ستومك. طيب، البيسيليام ده نوعه ايه؟ والله البيسيليام ده نوعه السيمبل كولانر ابيسيليام،
وتحديدا نوع سكريتوري، لان اللي بيسمبل كورونر ده بيبقى في سكريتوري وفي ابزوربتيف. السكريتوري ده بيبقى في الاستومك، اما الابزوربتيف ده بيبقى في الانتستين. بعد كده عندي دي ايه، والله دي برضو ايه، جلاند اهي، تمام. طيب قال لك انا شايف ايه، انا شايف خلايا كتير، افرقهم ازاي؟ قال لك والله بص، عندي ايه، الخلايا اللي هي بيضه دي، اذا طالما بيضه يبقى فيها ميوكس، يبقى دي الميوكس سيل، الميوكس سيل. طيب اما الخليه التانيه دي، الخليه التانيه دي اللي بيبقى إيه فيها نقط زرقاء، دي الايه، دي البرايتال سيل، البرايتال سيل. يبقى الحمراء البيضه دي اللي هي الميوكس سيل، اما اللي هي اللي بتبقى فيها الفرق النقط الزرقاء الكتيره دي، اللي هي الايه، البرايتال سيل، او اللي هي بقول على الاوزونيتك سيل. طب ايه النقط اللي هي جواها دي؟ النقط دي اللي او النقط الزرقاء دي، او اللي هي دي اللي هي بتبقى الانتراسيلولار كاناليكولاي، الفراغات او الكاناليكولاي اللي هي الصغيره اللي موجوده، وبيبقى السيتولازم بتاعها بيتميز ان هو بيبقى دي في حاجات اسيدوفيلك كده، تمام. طيب مفيش مشكله. وفي حاجه كمان، انها ما بتوصلش لليومن، ما بتوصلش للايه، للسطح بره، يعني بص اليومن هنا اهوت، هي مش واصله ليه، على عكس الميوكس اللي واصله لليومن. يبقى احنا كمان دي فرق بين فرق بينهم، اللي هو الايه، مين واصل لليومن ومين لا، اللي مش واصل لليومن دي دايما ايه، البرايتال سيل. بعد كده عندي هنا، احنا قلنا برضو دي خلايا وده اليومن اهو، قلنا اللي بيوصل لليومن، في بيوصل لليومن وفي ما بيوصلش لليومن. طيب الخليه اللي هي مدوره دي، الخليه اللي مدوره دي الايه، اللي هي بيقول لك البرايتال سيل، البرايتال سيل ليه؟ مش بص اليومن، هي مش واصله لليومن، يعني مش واصله لليومن ولا حاجه، تمام. يعني اليومن بص هنا مش واصله له، اليومن هنا مش واصله له، هي بعيده عن اليومن، تمام. طيب امال الخلايا التقيله بقى ايه، الخلايا اللي فيها غامق كتيره دي؟ قال لك والله الخلايا دي، الخلايا البيبتيك سيل، الخلايا الاساسيه بتاعتي، الشيف سيل بتاعتي، تمام، الخلايا الاساسيه اللي انا بعتمد عليها، مفيش مشكله. وطبعا اللي هي الخليه بتبقى بتاعت البريتال سيل، احنا لسه قايلين على ان السيتوبلازم بتاعها بيبقى اسيدوفيلك، بيبقى لونه احمر، حتى لونه احمر، لكن بتبقى بيزوفيلك، دي اللي دي بيزوفيلك هي البيبتيك سيل. يبقى انا كده هفرقهم باللون، اللي لونها فاتح اللي هي الاسيدوفيلك دي البريتال، لكن اللي لونها غامق اللي هي الازرق اللي هي البيزوفيلك دي البيبتيك سيل. بعد كده دي برضو نفس الكلام، والله انا هنا شايف الخلايا اللي فاتحه دي، الخلايا اللي فاتحه دي هتبقى ايه، هتبقى البرايتال سيل، اما الخلايا اللي هي الغامقه دي هتبقى البيبتيك سيل. طيب بيقول لك البيبتيك سيل دي بتفرز بقى ايه، الحاجات اللي هي البيبسين والايه والرنين واللايبيز والكلام ده كله، مفيش مشكله. هنا دي الصوره تانية برضو ايه، دي الجلاند، تمام، الجلاند بتاعت الفندق. طيب الجلاند بتاعت الفندق احنا كنا بنقول اصلا ان هم كانوا 6 جلاند لو تفتكر معايا. طيب هو هنا بيسالني، احنا قلنا والله الخلايا اللي تحت اللي بتبقى غامقه دي اللي هي الشيف سيل او البيبتيك سيل، اما الخلايا اللي هي الحمراء دي اللي هي البرايتال سيل، والخلايا اللي فوق اللي عند النك دي اللي بتبقى الايه، النك سيل. يبقى كده الخليه الحمراء دي البرايتال سيل، اما الخليه الزرقاء الشيف سيل، ودي طبعا طبقه الماسكولاريس ميوكوزا اللي تحت دي، اللي تحت الايه، اللامينا بروبريا ماسكولاريس ميوكوزا. يبقى كده هفرق البرايتال من الشيف ازاي، عشان لما تجيلك البرايتال بتبقى لونها فاتح، اما الشيف بيبقى لونها غامق. طيب نبدأ نركز بقى، عشان اول هنا اسئله الامتحان. قال لك والله عندي اللي ده ايه، اللي ده اليومن، تمام. طيب الجي بي دي اللي هي الحفر دي، دي او هو مشاور هنا، لو كبرت لك كده مشاور على الحفر اللي موجوده هنا، مشاور على الحفر اللي موجوده في البسيليم، الحفر اللي موجوده في البسيليم دي اللي هي ايه، اللي هي الجاستريك بيت، تمام. طيب امال الجلاند اللي موجوده دي ايه، الجلاند دي اللي هي الجاستريك جلاند. طيب طبقه الام دي اللي هي طبقه الميوكوزا. طب ال بي دي اللي هي اللامينا بروبريا، وبيبقى تحتها الماسكولاريس ميوكوزا. طيب وهنا اللي بيبقى تحتهم دي اللي هي الطبقه الفاتحه دي، الصب ميوكوزا. بعد كده اللي تحت الصب ميوكوزا بتبقى ليه، الماسكولوزا، تمام. يبقى الام دي الماسكولوزا. طيب كنا بنقول الماسكولوزا دي 3 حاجات، انر اوبليك، تمام، و الميدل سيركولر والاوتر لينجوديونال، وبقول لك دي طبعا ايه، بلاد فيزيكال او اوعيه دمويه كده، تمام. يبقى احنا كده ايه، رصينا الطبقات بتاعتي.
بعد كده هنا بيقول لك والله ده ايه، انا شايف والله دي خلايا اهيت، ويبقى دي الجاستريك بيت اللي هو مشاور على الفراغات بتاعت الجاستريك بيت، ودي الميوكوزا، دي الماسكولاريس ميوكوزا، والاس دي اللي هي الايه اللي هي الصاب ميوكوزا، الاو اللي هي الانر اوبليك، السي اللي هي الميدل سيركولار، والال الاوتر لينجوتيدونال. تمام. طيب بص هنا، انر اوبليك دي يعني جايه بالجنب كده، والسيركولار يعني مدوره كده، والانجوتيدونال يعني بالطول. بعد كده احنا عشان كنا كل ده بنقول الفندس استومك، فندس استومك ليه؟ لان البت كانت مسافتها بالنسبه للجلاند 1/3. قال لك والله لما تلاقي البت للجلاند قد بعض، تمام، الاثنين قد بعض، اذا على طول تقول ان انت بايلوريك، تمام، اللي هو في تحت يعني في البايلوريك، تمام. اما الفندس اللي هو فوق، يبقى كده البت والجلاند هما اللي بيحددوا لنا فين في الاستومك. لو البت صغيره والجلاند كبيره، اذا انا بقول انا عارف الفندس وانا مطمن. طب لو البت قد الجلاند، بقول عليه ان انا في الايه في البايلوريك، مفيش مشكله. يبقى دي البت ودي الجاستريك جلاند، والجاستريك جلاند هنا نوعها كويلد برانشنج تيبولار جلاند، كويل برانش تيولار جلاند، وده طبعا الماسكولاريس ميوكوزا. هنا انا شايف ايه؟ والله بص البت كبيره خالص، كبيره اهيت، والجلاند الحبه دول الاثنين تحسهم قد بعض. اذا انا هنا في الايه؟ في البايلوريك، تمام. حتى بقول لك هو النسبه 1:1. طيب البي دي مشاور عليه على الجاستريك بت، طب الجي مشاور على الجلاند البايلوريك جلاند، الام دي الماسكولاريس ميوكوزا، وتحتهم الصب ميوكوزا. هنا البايلوريك البت اهيت والجلاند اهيت، الاثنين يعتبروا قد بعض، فاذا انا كده في البايلوريك، يبقى دي البايلوريك بت ودي البايلوريك جلاند، تمام، مفيش مشكله. وده الايه اللي هو الايه البايلوريس. هنا بص عندي هنا انا شايف والله انا عندي البايلوريك البت كبيره اهيت والجلاند اهي، تمام، يبقى ايه الاثنين قد بعض، يبقى معنى هي اما الاثنين يعتبروا قد بعض، تمام، بس الصوره اللي مش موضحه. اذا انا هنا في البايلوريك، تمام، مفيش مشكله. وبيقول لك ان دي اللي هي المصل، دي العضلات بتاعت اللي هي الايه الاوتر لونجيتودينال والانر سيركولار، ودي طبعا الايه الاوبليك، بس هو مش باين الاوبليك. بيقول لك بقى البي اس، البي اس ده، البي اس ده اللي هو البايلوريك سفنكتر، اللي هو الايه الصمام اللي بيقفل، اللي هي فتحه البوابه اللي بتقفل بين المعده والامعاء، تمام، مفيش مشكله. بعد كده احنا قلنا خلاص وصلنا للبايلوريك سفنكتر اللي بيقفل بين المعده والامعاء. بص انا بقى انا شايف المعده اهيت والجدار بتاعها الايه العضلات اهيت كتير، فجاه العضلات دي صغرت ودخلت كده، اذا انا كده اتنقلت من المعده للامعاء، من اتنقلت من البايلوريس للديودنم، يبقى ده البايلورو ديودنال جانكشن، تمام. طيب مفيش مشكله. وطبعا طبعا الديودنم بيبقى فيه البرنرز جلاند اللي هي الايه برضه الايه الميوكوزال جلاند. هنا نفس الكلام، انا كنت ماشي اهوت والعضلات كتيره هي، فجاه لقيت الشكل البسيلي مختلف، وطبقه الميوكوزا الصم ميوكوزا زادت. يعني بص الصم ميوكوزا هنا كانت قد ايه، لكن هنا بص قد ايه، فطبقه الصم ميوكوزا زادت، يبقى اذا كده اتنقلت للامعاء، يبقى ده بايلور ديودنال جانكشن. هنا ابص ركز بقى عشان الامتحان بقى من دي برضه من النصائح المهمه في الامتحان. والله انا شايف هنا البت صغيره اهيت والجلاند كبيره اهي، اذا انا فين؟ انا في الفندس او استومك، تمام. طيب نوع الجلاند دي نوعها ايه؟ والله الجلاند دي نوعها سيمبل برانش تيبولار جلاند، تمام، سيمبل برانش تيبولار. وبيقول لك دي طبعا البت ودي الايه وتبت الجلاند، وبنسبتهم من ثلاثة من 1:3. بيقول لك قول الخصائص، يعني هو بيقول لك ايه الخصائص، وبتبقى بريبنديكولار، بتبقى متعلقه كده، وبتبقى جراودد، الجلاند بتبقى ايه كراودد كتير. هنا بيقول لك ايه؟ والله بيقول لك this section is in fundal gland، بيقول لك identify the cell indicated by zero، الارض اللي مشاور عليه على الفاتح ولا الغامق؟ الفاتح، يبقى البرايتال. طب لو مشاور على الغامق، لو مشاور على الغامق يبقى ليه البيبتيك او الشيف سيل. هنا بيقول لك this section is in lower part of fundal gland، في الفندق من تحت. بيقول لك ايه identify the cell indicated by blue arrow، البلو ارو الواد ده مشاور عليه، مشاور على الغامقه ولا الفاتحه؟ الغامقه، يبقى ده البيبتيك او الشيف سيل. طيب وتحتهم الطبقه اللي تحت دي اللي هي الايه الماسكولاريس ميوكوزا، ما هو ده الابيسيليا، من تحته الصب ميوكوزا اللامنا بروبريا، وتحته الماسكولاريس ميوكوزا.
طيب بيقول لك ايه الاي والبي سيكشن ان ذا فاندس اوف ستومك، واخد قطعتين في الاستومك. بيقول لك قول لي السهم في ايه والسهم في بي. السهم في ايه ده؟ والله بيشار عليه ادي، والله دي الميوكوزا تمام، ودي الماسكولاريس ميوكوزا الصب ميوكوزا، ودي الايه الماسكولوزا. يبقى واحد ده بيشار على الماسكولوزا اللي هي العضله بتاعت الاساسيه، لكن هنا والله ده بص هنا البت وادي الميوكوزا عموما، وتحت كده بعد كده الايه الصب ميوكوزا اسف الماسكولاريس ميوكوزا تمام، ما هو الابيسيليوم واللامنا بروبيا والماسكولاريس ميوكوزا، يبقى البي ماسكولاريس ميوكوزا. بعد كده هنا والله بيقول لك ايه وبي، شايف هنا البت قد ايه والجلاند قد ايه، يبقى دي الواحد لتلاتة يبقى ده الفندس، يبقى ايه الفندس اهو. لكن بي شايف البت الجلاند قد بعض، فبالتالي ده الايه البايلوريك. بيقول لك واحد واحد ده اللي هو الايه الابيسيليم، يبقى ده سيمبل كورنر ابيسيليم بين قوسين سكريتوري. طيب اتنين مشاور على الفراغ، يبقى ده مشاور على البت الجاستريك بت. تلاتة مشاور على الجلاند، يبقى دي الجاستريك جلاند. وهي في ايه هقول له فندق جلاند، في البي هقول له بايلوريك جلاند. بعد كده والله انا شايف البت كتيره قد البت يعتبر قد الايه الجلاند، يبقى هنا ايه في البايلوريك اوف ستومك، حتى هو بيقول لك بالسبك يعني قول لي بالظبط، يبقى البايلوريك اوف ستومك. طيب مشاور على الفراغ ده يبقى ايه ده الجاستريك بت. بيقول لك نوع الجلاند، والله نوع الجلاند ده بيبقى في البايلوريس، يبقى كويلد برانشنج تيبولار جلاند. هنا انا شايف البت قليله والايه والجلاند كبيره، ده الفندس اوف ستومك تمام. اللي 14 دقيقة ده البت، 15 ده الايه ده السيمبل كورنر بسيليم بين قوسين سكريتوري، 15 دي الجلاند اللي هي الفندق. هنا هو مشاور عليه ادي الجلاند اهي اللي هي بتاعت الابيسيليم، وتحت اللي هي اللامنا بروبيا، وعندي تحتها اللامنا بروبيا بيبقى تحتها ايه؟ بيبقى تحتها الماسكولاريس ميوكوزا، لكن تحتهم بيبقى الصب ميوكوزا وبعدهم الايه الماسكولوزا. يبقى هنا الارو بيشيل الماسكولاريس ميوكوزا، والام اي دي اللي هي الايه الماسكولوزا، او اللي بقول على الماسكولاريس اكسترنا اللي هي بره، او لكن الايه المتعارف عليه هو الايه الماسكولوزا. هنا والله انا شايف ان كان الطبقه بتاعت العضلات كبيره هي تفاجأ قلت تمام، يبقى معنى ذلك ان انا ده في البايلور ديوتنال جانكشن. قال لك والله اس الاس دي اللي هي الايه طبعا الاس دي تحت تحت الميوكوزا، هي تبقى دي الصب ميوكوزا تمام. طب الدي ده الديودنم، خلاص انا اتنيت الديودنم تمام. طيب قال لك البي اس ده اللي هو البايلوريك سفنكتر. الجي قال لك والله الجي اللي هي الغدد دي او الجلاند اللي هي بتاعت الميوكوزا، الجلاند بتاعت الديودرام، بقول عليها البرنارد جلاند زي ما هندرس كمان شويه في الانتستين. طيب السي ام دي السيركولار ماسل، والال ام دي اللي موجود على الماسل، ما فيش مشكله منها. ندخل على السمول انتست. قال لك والله السمول انتستين بيبقى متكونه من حاجه كده اسمها فيلاي او الفولد. الفولد دي بقول عليها البلايكا سيركولاريس، بلايكا سيركولاريس. البلايكا سيركولاريس دي بتكون من ايه؟ بيبقى فيها فيلاي تمام، والفيلاي دي بيبقى فيها من جوه حاجه اسمها السنترال لاكتاي، وبيبقى من تحت حاجه اسمها الكريبت، بدل الجاستريك بيت هنا ايه الكريبت، الحفر برضو كريبت، وميوكوزا وصاب ميوكوزا وماسكولوزا برضو ما فيش مشكله وسيروزا. او ادي الكريبت وادي الفيلاي. هنا هي دي طبعا بتبقى سيمبل كولامنر ابسيليا وفيها جوبلت سيل، بقى الخلايا الفراغ ده اسمه جوبلت سيل. يبقى ده ايه الاورجان ده؟ والله الاورجان ده سمول انتستين. طب الاستراكشر ده انا شايف دي في اللاي هي، لو كملتها هتلاقيها في اللاي هي. طيب واحد واحد مشاور على البسيليا، يبقى ده سيمبل كولامنر ابسيليا بين قوسين ابزوربتيف، وعايز تقول له انتروسايد اللي هو اسم الخليه. طب اتنين مشاور على الفراغ الابيض ده اللي هو الايه الجوبلت سيل، ولما جيت سبقتها الميوكوس ده. هنا برضو نفس الكلام، ادي ده بيقول لك اللي من جوه ده اللي هو السنترال لاكتاي اللي هو الاوعيه الليمفاويه، وده البلاد فيزل، وبيبقى عندي الايه دي الجوبلت سيل، وده طبعا البراش بوردر. يبقى ده ايه ده السمول انتستين، والاستراكشر ده اللي هو الايه الانتستينال فيلاي. هنا ده ايه والله ده سيمبل كورنر بيسيليا ما هوت، وفي ايه لو لاحظت السطح بيبقى فيه براش بوردر اللي هي المايكرو فيلاي تمام، يبقى ده ايه سمول انتستين وفيها طبعا جملة سيل. الاستراكشر ده ده الفيلاي. طيب بيقول لك الارض ده بيشيل ايه؟ السهم ده بيشيل ليه؟ للبراش بوردر اللي هي المايكرو فيلاي، يبقى البراش بوردر. طيب النجمه دي بتشيل ايه؟ النجمه دي اللي تحت اللي بيسينا، يبقى دي اللامنا بروبريا. طيب العلامه الزائد دي بتشيل ايه؟ بتشيل الجملة سيل.
طب النجمه دي بتشيل الخلايا اللي هي الانتروسايت، او عايز تقول له سيمبل اللي هو سيمبل كولامنر ابيثيليوم سكريتوري، مفيش مشكله. بعد كده نفس الكلام برضو، دي سيمبل سمول انتستين انتسانر في اللاي، النجمه دي على ايه؟ على الجوبلت سيل، جوبلت سيل بتبقى فاكيوليتد عشان الميوكاس ده. نفس الكلام هنا برضو، البراش بوردر اهوت، وايه وتبقى عن ايه اهو براش بوردر، الارو بيشيل البراش بوردر، السطح براش بوردر، معلش برضو مكتوبه بمعكوسه براش بوردر، الجي جوبلت سيل معكوسه برضو. طيب بتتسبق بايه؟ بالباز ستي. بيقول لك الاي، الاي دي اللي هي الايه الانتروسايت برضو معكوسه، معلش انتروسايت، او زي ما قلت لك سيمبل كولامنر ابيثيليوم ابزوربتيف، او تقول له عليه انتروسايت. نفس الكلام دي الايه دي الفيلاي، يبقى دي السمول انتستين، يبقى الارو ده بيقول لك بقى الفيلاي دي كان بيبقى فيه تحت خلايا كده اسمها البينس سيل، البينس سيل دي خلايا بيبقى لونها احمر، يبقى الخلايا اللي لونها احمر تحت الفيلاي دي اسمها البينس سيل، دايما كده خلايا اللي لونها احمر تحت الفيلاي بينس سيل. طيب الفراغ ده اسمه ايه؟ اسمه الكريبت، كان طبعا هناك اسمه بيت، هنا اسمه كريبت، بيفتح في جلاند ايه عن نوعها ايه؟ نوعها سيمبل تيوبولار جلاند، سيمبل تيوبولار جلاند مواسير كده يعني. طيب الام، الام دي الام ام دي اللي هي الايه الماسكولاريس ميوكوزا، اللي تحت الايه تحت تحت الابسيليم واللمنه بروبريا. ده ايه؟ ده الديودرام. عرفت منين ان هو ديودرام؟ اولا من البرنارد جلاند، ثانيا من شكل الفلاي، تبقى عامله ايه ليف كده، وتبقى ايه لونج، بتبقى طويله، يبقى الفلاي خد بالك لو لونج اذا انا في الديودنم، لو في اللونج انا في الديودنم. تمام. طيب الفي دي اللي هي الايه الفلاي، السيل فراغات اللي بينهم دي الكريبت اللي هي تحت دي. تمام. طيب الجي طالما في الديودرام قول له برنر جلاند، احنا كنا بنقول ان انا عندي الديودرام كان في البرنر، لكن الاليوم كان في البايرز جلاند، تمام، او البايرز بود، تمام، او البايرز بلكسس. يبقى انا كده عندي هعرف منين ان انا في انهي جزء من الانتستين؟ من خلال الفلاي، الفلاي لو طويله يبقى انا في الديودرام، الفلاي قصيره يبقى انا في الاليوم. طيب ومن خلالها هعرف الجلاند، لان انا لو في الديودرام هقول عليها البرنرز جلاند، لكن لو في الاليوم هقول عليها الايه البايرز. تمام. طيب يبقى الجي دي اللي هي الايه البرنرز جلاند، لو سالك عن نوعها اقول له كومباوند تيبيولو الفولار جلاند، بتفرز ميوكس. طب الاي سي دي اللي هي الانر سيركولار، والاو ال اللي هي الاوتر لينكوتيدونال. هنا نفس الكلام، الفلاي كبير طويله اهي، تبقى انا كده ايه في الديودرام. تمام. طيب وطبعا ده الايه الجزء اللي جاي من البنكرياس، لان البنكرياس بيبقى داخل في الايه في الديودرام اهو. تمام. طيب دي فيلاي، دي ميوكوزا، ودي الكريبت اللي تحت، دي ماسكولاريس ميوكوزا، الصا ميوكوزا، وفيها البرنرز جلاند، ماسكولوزا سيروزا، مفيش مشكله. بص بقى هنا لو جالك الرسمه دي، والله الرسمه دي انا شايف في براش بوردر، وفي الاخر هنا ايه في ناحيه واحده ايه تجمعات كده ايه من عقد ليمفاويه، اول ما تشوف الشكل ده تقول عليه الاليوم، مكتوبه برضو بالعكس معلش. طيب امال البي دي ليه هي باير باتش، دي عباره عن ليمف نود، امال الفي دي عباره عن ايه؟ عباره عن فيلاي. يبقى الاليوم ده بيبقى من ناحيه او اغلبه بيبقى في فيلاي، ما عدا ناحيه اللي هي كنت بقول عليها الانتي ميزنتريك، اللي هي كانت الناحيه اللي ورا اللي بيبقى فيها البايرز باتش. هنا الفيلاي، الفيلاي شورت هي صغيره، يبقى ده انا ايه انا في الاليوم. طيب طالما انا في الاليوم يبقى الجلاند اللي هيشاور لي عليها دي اللي هي الايه الليمف نود اللي هي البايرز باتش. تمام. يبقى عرفت بص من الفيلاي، من شكل الفيلاي هعرف انا فين، ومن طالما عرفت انا فين هعرف الجلاند ايه. تمام مفيش مشكله. هنا الفيلاي، الفيلاي برضو ايه صغيره اهي، بص الفلاي صغيرة مش كبيرة يعني. طيب وتبقى عاملة زي ايه؟ زي اللسان كده طنج شيب. قال لك والله طيب يبقى دي فين؟ في الاليوم، ما فيش مشكلة. حتى ايه لو ما عرفتهاش من الشكل الفلاي اعرف في تجمعات كده زرقاء، هي التجمعات زرقاء دي الايه دي الليمف نوت، يبقى اذا انا في الباير باتش، يبقى ده الاليوم وفي وانا في الباير باتش. نفس الكلام ادي في اللاي صغيره هي، يبقى دي الايه يبقى انا في الاليوم، يبقى دي الباير باتش، في اللاي صغيره هي شكل اللسان، يبقى دي الايه الباير باتش عباره عن الليمف نود طبعا.
هنا مجمع لي بقى الايه الثلاثه. احنا كنا بنقول ان احنا بنفرق بالايه بالشكل في اللاي، الديودرم شكل في اللاي كبير اهوت، طويله وبعمل شبه ورقه الشجره اهو، ورقه الشجره تمام. طيب وبيبقى طبعا الديودرم في في البرنر جلاند، لكن الاليوم بيبقى الفيلاي صغيره وبيبقى فيه البايرز باتش اللي هي الليمف نود. اما الجيجرم ما فيهوش اصلا جلاند، يبقى لما ما تلاقيش جلاند هتقول جيجرم، بس ما فيش جيجرم عندك يعني، ما فيش رسومات للجيجرم ان شاء الله. بعد كده هو جايب لي ايه؟ والله ده جايب لي مش هقول على الواحد دي، مش هقول على الفلاي بالايه بالميوكوزا بالصاميوكوزا يعني، مش هقول على الميوكوزا كلها، طبقه الميوكوزا كلها. لما تشاور على طبقه الميوكوزا كلها تقول له بلايكا سيركولاريس، اسمها الميوكوزا اسمها بلايكا سيركولاريس. طيب ما بيشاورش على الفلاي، لا ده شايف السام واخد كله اهو، بلايكا سيركولاريس. اتنين بقى بيشاور على الفلاي اهي، يبقى دي الفلاي. ثلاثه بيشاور على طبقه الميوكوزا بس. أربعة بيشاور على طبقة الصاب ميوكوزا. خمسة بيشاور على الإيه؟ على الليمف نود فيزيكل، أو اللي هي الأوعية الليمفاوية، يبقى دي اللي هي البايرز باتش. لو سألك هنا أقول له إن أنا هنا في الإيه؟ في الديودينام. إيه آسف، في الإليا. بعد كده دي في اللاي هيت، انت صنع في اللاي. ال دي ال دي اللي هي دي تحت تحت الابسيليوم، بديل منها بروبيا. السي دي الكريبت تحت الفلاي كده، يبقى كريبت. الام ام دي الماسكولاريس ميوكوزا، والسي بيقول لك السي دي ايه؟ عباره عن شويه عضلات كده ما فيش منهم مشكله. هنا انا شايف ايه؟ انا شايف في اللاي وشايف في ايه خلايا مفرغه كده، خلايا مفرغه دي او البيضه دي على طول ايه دي الجوبلت سيل، يبقى البلو سيركل دي جوبلت سيل. امال البلاك سيركل دي بتشرع خلايا البيضه بتاعت بتاعت الامعاء اللي هي الانتروسايت او الايه الجاس السيمبل كولامنر ابيسيليوم سيكريتوري. طبعا دي الرسومات اللي بتيجي في الامتحان زي ما يعني الرسومات، طبعا التيست اللي بيبقى في الاخر ده المهم عندي، الباقي كله بشرح بس. بعد كده بيقول لي الريد سيركل ده مشاور على طبعا الفيلاي، البلاك سيركل ده مشاور على الايه؟ ده مشاور على الكريبت من تحت. طيب الريد الريد ستار النجمه الحمراء دي مشاوره طبعا على اللامينا بروبيا اللي هي الفراغ اللي في النص ده. امال البلاك ستار مشاور على تحت عضلاتها ايه؟ تبقى الماسكولاريس ميوكوزا. هنا انا شايف خلايا ايه؟ كلها نرسله في خلايا غريبه في النص اللي طبعا هو بيشاور هنا على السطح بدل برانش بوردر تمام. طيب امال بيشاور الستار دي، الستار دي جوبلت سيل، وتقول له ويز باس استين. لو حضرتك ما قلتش ويز باس استين نقصت نص الدرجه تمام، لانها مسبوغه احمر انا نبهت على باس استين او نص الدرجه. هنا والله انا شايف هنا هو مشاور على الفراغ ده، يبقى ايه ده جوبلت سيل تمام. طيب اتنين دي اللامنا بروبريا مشاور في النص اهو، ثلاثه دي اللي هي ايه الكريبت من تحت اهو، اربعه الخلايا الحمراء اللي تحت دي قلت لك اللي هي بتبقى البنس سيل، خمسه الماسكولاريس ميوكوزا. هنا دي عباره عن ايه؟ دي عباره يبقى مشاور هنا على الخلايا طبعا دي في اللاي هيت، ودي طبعا الجوبلت سيل مشاور هنا على الخلايا الحمراء، دي يبقى دي الايه البايرز تفرز. ايه البايرز دي؟ بيقول لك منشن اتس فانكشن، بتفرز الانتصال انزيم واللايسوزايم الانزيمات اللي هي بتاعت الامعاء. بيقول لك بعد كده الريد لاين، الريد لاين ده اللي هو الايه؟ ده الماسكولاريس ميوكوزا، ما هي دي الميوكوزا دي اسف الابيسيليوم، وفي ايه اللامنا بروبيا، ودي الايه الماسكولاريس ميوكوزا. سي دي سيبك منها تمام. طيب اللي الخلايا دي سيبك منها. بعد كده دي في اللاي برضه اهيت مشاور على على النجمه دي، او بيقول لك الاول ايدنتفايز اورجن وبيس سبيسيفيك ده السمول انتستن. طيب بيس سبيسيفيك يبقى هو عايز يعرف انا فين، هعرف انا فين منين؟ من الفيلاي. والله الفيلاي طويله اهيت وعامله زي اللوف شيب بشكل الورقه، ورقه الشجر تمام، يبقى ده على طول في الديودنام تمام. طيب اهو الفيلاي عامله زي الليف لايك ورقه الشجر او الرغيف، مفيش مشكله. يبقى اتنين ده الفيلاي اللي هو مشاور عليه باللينك ده. بيقول لك سي خلاص احنا طالما في الديودرم يبقى على طول الجلاند دي الايه البرنارز جلاند في الصاب ميوكوزا، بتفرز ايه؟ بتفرز ميوكوز، مفيش مشكله. هنا الفيلاي الفيلاي قصيره اهي، الفيلاي متقطعه قصيره اهي تمام. طيب وفي ايه الليمف نود واخده ايه؟ الخلايا واخده شكل ايه؟ شكل نود نديول كده ايه تجمعات. اذا انا في السمول انتستين في الاليوم. طيب البلاك ارو ده الفيلاي، طب اليالو ارو ده الكريبت، امال الوايت ارو ده ايه؟ ده عباره عن بايرز باتش اللي هي عباره عن ليمف نود. الخط الاخضر ده اللي هو الايه الماسكولوزا، ما هو طبعا الليمف نود دي تبقى في الصاب ميوكوزا فتحتها ماسكولوزا.
بعد كده دي برضو دي اللي اسمه انتستينال الفلاي، هي الفلاي دي كبيره هي، يبقى ده انا في ايه في الديودينام. تمام. طيب بيقول لك السهم الاخضر ده في اللاي، الريد ارو، الريد ارو ده بيشيل الكريبت من تحت، الفلاي من تحت الكريبت، اليلو ارو ده بيشيل الطبقه اللي هي بتاعت العضلات دي الماسكولاريس ميوكوزا، امال اللي هو البلاك ارو ده بيشيل الغدد اللي موجوده في الصم ميوكوزا اللي هي الايه البرنارز جلاند، وهنا الماسكولوزا، وطبعا اللي تحت ده البنكرياس، لان انا في الديودينام. تمام. حاجه برضو كمان، لما تلاقي البنكرياس اعرف ان انت على طول في الديودينام، على مميزه للديودينام برضو. بعد كده دارك انتستن، معلش انا عارف ان انا طولت في الفيديو، بس عشان نلم العملي كله باذن الله في فيديو واحد. نفس الكلام عندي، بتبقى ايه بس ما فيش ايه بين السل. تمام. وبيبقى فيه طبعا اللي هي الايه الابندكس ابيبلويكا، اللي هي التجمعات بتاعت الايه الاوعيه الدهون اللي موجوده على السروزه، وما فيش في اللاي طبعا. تمام. طيب يبقى لما ما الاقيش في اللاي اعرف على طول ان انا اتنقلت للارج انتستين. انما اللي انما لو في اللاي، لو في اللاي كده يبقى انا في السمول، ما فيش في اللاي يبقى انا في اللارج. طيب يبقى ده ايه بيشاور على الاحمر ده الكريبت. تمام. وده الصاب ميوكوزا، دي طبقه الصاب ميوكوزا، دي طبقه الماسكولاريس ميوكوزا، دي اللامينا بروبريا، اسف. تمام. دي اللامينا بروبريا والماسكولاريس ميوكوزا، الانر سيرف الانر سيركولار والاوتر لينجوتودينال، مفيش مشكلة. طبعا هو الماسكولاريس ميوكوزا مش شارع الطبقة دي، انما الطبقة البيضاء دي اللي هي الايه الصاب ميوكوزا. هنا هو مشار على ثلاث عضلات، ثلاث كتل كده، الثلاث كتل دول اللي هم ايه اللي هم التنيا كولاي، اللي هم كانوا الاوتر لينجودونال. احنا كنا بنقول الاوتر لينجودونال في اللارج انتستين بتبقى مترتبه في ثلاث حزم كده، بقول عليهم تنيا كولاي. يبقى دول عباره عن ايه؟ عباره عن التنيا كولاي. برضه هنا اهيت، ادي بيقول لك دي الكولون، ده الماسكولوزا هنا عندي اللي هي الايه التنيا كولاي، ما فيش مشكله. والدهون اللي بره على السيروزا دي بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ابندسايتس بلويكا، دي الايه دي الابندكس. الابندكس او ازاي هتعرفها منين؟ هتعرفها من خلال حرف اليو ده، الكريبت بتاعها بيبقى واخد حرف الواي، الواي ده. تمام. واخد حرف الواي، يبقى الرسمه اللي هتلاقي فيها حرف الواي اعرف الكريبت واخد حرف الواي، اعرف ان انت في الابندكس. رسم واخد حرف الواي ده ابندكس، ابندكس اوف رابت. تمام. ليه؟ عشان خدت عندي حرف الواي الكريبت بتاع الواي. تمام. طيب هنا حرف واي اهو، حرف واي اهو، يبقى ده الابندكس اوف رابت الزيادة بتاعت الواي، برضو ما فيش مشكله الكريبت حرف واي. هنا بقى لما الابندكس بتاعت الانسان اعرفها منين؟ ان فيها ليمف نود، فيها تجمعات كده. تمام. من الليمف نود او بص هنا بيقول لك قول لي ايه وبي، والله ايه ده في ايه في هنا في اللاي، في اللاي يبقى انا في السمول انتستن مباشره. تمام. طيب ايه في السمول انتستن؟ والله احنا كنا في بنقول السمول انتستن اللي بيبقى عندي دي طبعا ليمف نود، فايه اللي كان فيها ليمف نود؟ الاليا. تمام. حتى كنت بقول لك انها بتبقى في اللاي ما عدا جزء واحد اللي هو الانتي ميزنتريك بيبقى فيه الليمف نود اللي هو البايرس باتش، اما هنا في ليمف نود اهي التجمعات كتير من الليمف نود وما فيش في اللاي، اذا انا في الابندكس. برضو مكتوبه بالعكس، معلش انا اسف. بعد كده انا شايف ايه؟ انا شايف والله اللي دي تجمع كده اهوت من العضلات، يبقى دي التينيا كولاي. تمام. اذا انا كده في الايه في الانتس في اللارج انتستين، فلما يشاور لي هنا وطبعا ما فيش في اللايف، فانا في اللارج انتستين، فلما يشاور لي هنا ده الكريبت. تمام. طيب الوايت ارو، الوايت ارو ده اهوت التينيا كولاي، وبيقول لك الاورجان ده ايه؟ الاورجان ده اللي هو اللارج انتستين. عرفت منين؟ من الفلاي والايه والتينيا كولاي اتنين. برضو طبعا دي الاسئله اللي هي بتيجي مهمه. قال لك والله دي ايه؟ والله ما فيش في اللاي كريبت بس، يبقى دي اللارج انتستين. تمام. البي ده اللي هو الايه اللي اسف اللي هو الكريبت، البي دي اللي هي اللامينا بروبريا. طيب السهم ده، السهم ده مشاور على الماسكولاريس ميوكوزا، وتحت دي مشاور على الصاب ميوكوزا عشان فيها ايه؟ عشان فيها فين وعقدم اهو. ثلاثة دي برضو ما فيهاش في اللاي، مجرد كريبت، فدي اللارج انتستين، ادنتفايز اورجان لارج انتستين. طب 38 ده اللي هو الايه؟ الكريبت. 39 هو مشاور على خليه بيضة اهيت في الجدار، يبقى دي الجوبلت سيل. طيب 40 الطبقه اللي تحت اللي تحت اللي في اخر الميوكوزا، دي الماسكولاريس ميوكوزا.
بيقول لك قول الاورجان ده والله اورجان مدور وفي ايه ليمف نود كتير يبقى ده الابندكس. بيقول لك ايه ده وايه ده، والله ده احنا خلاص قلنا الاليوم عشان ايه البايرز باتش بتبقى موجوده في الانتي ميزنتريك بس، لكنها موجوده داير ما يدور كده، يبقى دي الايه، يبقى ايه ابندكس بالليمف نود ايه او بالاليوم اسف. تمام طيب، بقول لك قول لي خاصيتين من كل واحده عرفتهم. والله مثلا الايه طبعا الابندكس في اللارج انتست فما فيش في اللاي، نو في اللاي. تمام طيب، قال لك كمان الليمف نود بتبقى ايه في انتاير وول، بتبقى موجوده في الايه في الجدار، اما في الاليوم في اللاي اهي. تاني حاجه ان الليمف نود موجوده في الانتي ميزنتريك بوردر. بعد كده بيقول لك قول لي ايه وبي إيه والله ايه انا شايف ايه، انا شايف في دي في اللاي هي وفي الخلايا اللي تحت دي لونها احمر كده، خلايا حمراء في اخر الفلاي، يبقى دي ايه دي بين السيل، يبقى ايه دي السمول انتستين. تمام، لكن بي دي فيها جبلة سيل كتيرة طبعا وما فيهاش فلاي، يبقى دي اللارج انتستين وما فيهاش بين السيل. يبقى هنا اللي فرقني ايه البين السيل والجبلة سيل، البين السيل اللي موجودة في السمول انتستين ومش موجودة في اللارج، الجبلة سيل موجودة قليل في السمول انتستين لكن في اللارج انتستين كتيرة. هنا والله بيقول لك هنا بقى ايه هيلم لك الايه البسيليم بتاع اغلب الحاجات اللي احنا خدناها عشان يفرق لك. هنا والله انا شايف بسيليم كبير اهو، يبقى ده يبقى ده استراتيفايز كوماس بسيليم ونوع نون كراتينايز، يبقى ده الاوسوفيجاس، يبقى البسيليم اللي بيبقى كبير ده اقول عليه اوسوفيجاس. طيب بي انا شايف بي في اللاي اهي، في اللاي كتيره والجلاند اهي. تمام، يبقى دي الايه السمول انتستين. تمام، عرفت منين؟ والله عندي اللي هو السيمبل كولانر ابزوربتنج بسيليم وفي فيلاي وفي كريبت، فيلاي وكريبت، كريبت اهي. تمام طيب، قال لك سي والله مش شايف كريبت، وكمان اسف مش شايف فيلاي، شايف كريبت بس اهيت وفي جبلة سيل كتير، اذا ده الايه ده اللارج انتست. امال دي انا شايف بت. تمام، وفي جلاند كتير اهي، يبقى بت وجلاند كبيره اهي، يبقى دي الايه الاستومك وتحديدا الفندس على فكره. تمام، يبقى دي بتبقى متبطنه سيمبل كولونر ابسيليم سكريتوري. يبقى انا كده لميت لك ليه الاربع انسجه مع بعض. ندخل بقى اخر حاجه معانا بقى السليفري جلاند والبنكرياس عشان نبقى خلصنا ان شاء الله. معلش انا اسف ان الفيديو طول. بص، السليفري جلاند عندي ثلاث انواع، كان عندي سيريوس ميوكس وميكس. السيريوس دي بيبقى لونها غامق بنفسجي كده. تمام، الميوكس بيبقى لونه فاتح عشان المخاط بيدوب. قال لك في نوع ميكس دي يبقى هيبقى في جزء فاتح وجزء غامق، جزء فاتح اهوت وجزء غامق. تمام، اللي بقول عليها السيريوس ديميليون او الكريسنت ديميليون اللي احنا كنا بنقول عليها في الايه في النظري، مفيش مشكله. قال لك دي انا شايف ايه، انا شايف فاتح وغامق بدل ايه الميكسد اسنس. تمام طيب، فاتح وغامق، ولو شايل لك على اللي فوق دي هتقوله الايه الديميليون السيريوس ديميليون، واللي تحت دي الميوكس. طيب لما يجي لك خليه مدوره كده وبتبقى استريتد، اللي بنقول عليها استريتد فيها خطوط اهي، فيها خطوط دي الاستريتد دكت، القناه اللي هي بتبقى احنا عارفين ان الدكت سيستم بتاع الجلاند، الجلاند عموما بتبقى متكونه من سكريتوري سيستم ودكت سيستم. الدكت سيستم بيبقى بيتكون من انتركاليت الدكت، بعد كده بتصب في الاستريتد دكت، بتبقى عامله ايه خليه زي مكتوبه ايه شبه التليفون اللي هو بتاع ايام زمان كده. تمام، اللي هو كان ايه كنت بتلفه كده البقره بتاعت التليفون، استريتد او استريتد، وفيها نواه كتير انويه كتير، يبقى دي الاستريتد ضغط. طيب السهم بيشيل ايه، السهم ده والله بيشيل خليه غامقه، يبقى ده السيروس اسينس. النجمه دي بتشيل الابسيليم اللي مبطن اللي مبطن الجلان اللي مبطن الاستريتد ضغط، ده بيبقى سيمبل كولومنر ابسيليم زي ما احنا عارفين في النظري برضو. دي ايه دي الايه الاسترايت ضغط، زي ما احنا خلاص قلنا الارو السهم ده بيشيل ايه خليه غامقه، يبقى دي السيريوس سيناي، نوعها سيمبل نوع الجراند دي او الغده دي سيمبل كولامنر بسيليما، البسيليم ده سيمبل كولامنر. بعد كده الاكسكريتوري ضغط، الاكسكريتوري ضغط دي اللي هي الايه الكبيره شويه. تمام، الكبيره بتبقى كبيره ليه؟ لانها بتبقى محاطه بالابسيليم. تمام، بيبقى حاسف حواليها كونكتيف. تمام، حواليها كونكتيف كتير اهو. تمام، يبقى لما تلاقي ضغط شكلها عشوائي كده وحواليها كونكتيف كتير ده اكسكريتوري ضغط، لكن لو لقيتها مدوره كده و انويه كتيره كده يبقى دي الاستريتد ضغط.
طيب احنا كنا بنقول ان السلم الرجاني ثلاث خلايا، ثلاث غدد، باروت الجلاند، سب مانديبولار، سب لينجوال. وكنا بنقول ان انا عندي الباروتيد بتبقى عباره عن، بتبقى عباره عن اللي هو السيريوس جلاند، بيور سيريوس جلاند، تمام. وكان عندي بعد كده اللي هي السب مانديبولار. السب مانديبولار دي كانت بتبقى نوعها ميكسد، يعني سيريوس اسينوس، لكن السب لينجوال دي كانت بتبقى ميوكس فقط لا غير. طيب يبقى لما تشوف كده انا شايف ايه؟ والله طبعا دي اللي هي الاستريتد، الاستريتد داكت. انا شايف كل الخلايا ايه، مفيش خلايا بيضاء، كلها خلايا غامقه، يبقى ده الباروتيد جلاند، تمام. طيب لما اقول لك الاس دي، دي اللي هي السيريس اسيناي، مكتوبه بالعكس معلش، سيريس اسيناي. طب الدي، الدي دي هو مشاور على ايه؟ على الخليه دي اللي هي القناه اللي مدوره وفي انويه كتير، عامله زي قرص التليفون، يبقى دي الاستريتد داكت مكتوبه بالعكس. الايه، الايه ديت، والله احنا كنا بنقول البروتين جلاند دي فيها، دي فيها فايبروسايت، فايبروسايت وادبوسايت، يبقى دي ايه؟ الادبوسايت اهي، تمام. طيب الارو، الارو ده بيشير لايه؟ لكونكتيف ستة، فراغ بينهم مفيش مشكله. دي برضو كلها خلايا غامقه اهيت، وطبعا دي اللي هي الاستريت الضغط، يبقى ده البروتين جلاند. ليه؟ لان كلها كلها سيريس اسيناي. هنا بيشار على الاستريت الضغط اللي في في الاي دي، بيشار على الاس اي دي، بيشار على السيريس اسينس، والاي دي بيشار على خليه بيضاء اللي هي الادبوسايت، تمام. يبقى الاورجان ده الايه؟ البروتيد. طالما لقيت كله سيرس يبقى ده بروتيد. هنا والله انا شايف سيرس وشايف ايه، وشايف غامق سيرس وشايف ايه فاتح اللي هو الايه، اللي هو الميوكاس، وكمان ميكس ده، تمام، فاتح ومن فوق جامد، يبقى ميكسد. يبقى الميكسد الوحيده، الغده الوحيده اللي ميكسد ايه؟ السب مانديبولار. يبقى من شكل الاسينس بعرف الايه؟ الغده انا فين. يبقى دي الغده ايه؟ سب مانديبولار. السهم الاسود بيشيل الميوكس، السهم الاحمر بيشيل الميكسد، حتى هنا ميوكس بس، يعني لو كبرنا هنا كلها ميوكس، هنا ميوكس، وفي ايه؟ كريسنت الدميليون اللي هو الايه؟ الميكسد، تمام. النجمه دي بتشاور على الفراغ ده اللي هو السبطه، والاس، الاس دي اللي هي الايه؟ السيريس اسينس، عشان غامقه. بعد كده والله انا شايف ايه؟ انا شايف فاتح وغامق، يبقى انا كده في ايه؟ في السب مانديبولار. الاس فين؟ الاس دي الايه؟ السيريس، تمام. اليالو، اليالو ده مشاور على واحده فاتحه ومن فوق غامقه، يبقى ده الايه؟ دي الميكسد، تمام. طيب الوايت، الوايت ارو ده مشاور على خليه فيها ايه؟ خطوط كتير، فيها انويه كتير اهي، تمام، عامله زي قرص التليفون زي ما احنا قلنا اهو. دي معناها ايه؟ دي اللي هي الاستريت الضغط، اللي هي الانتر ديبر، قول له استريت الضغط وخلاص، القناه المخططه. طيب الستار دي، الستار دي مشاور على فراغ بينهم، يبقى ده الكونكتيف سبطه، ولونه ابيض يعني في فات سيل، في خلايا من الدهون. هنا الخلايا دي بقى ايه؟ الخلايا ديت عباره عن ايه؟ عباره عن ميكسد جلاند، إيه اسف، اللي هو الميوكس جلاند، تمام. هي ميوكس جلاند مش ميكسد جلاند، ميوكس جلاند. ليه؟ لان السب لينجوال بتبقى ايه؟ بتبقى طبعا بتبقى بتبقى ميوكس جلاند، ميوكس جلاند، تمام. طيب معلش بس اللابتوب كان هيفصل. يبقى دي السب لينجوال اللي هي بتبقى ايه؟ بتبقى ميوكس جلاند. بس هو يعني هو هنا مشاور على خليه فيها، فيها فعلا، فيها فعلا كريسنت، كريسنت ديميليونا، فممكن تقول له ايه؟ تمشي ميكس اسينس عادي، تمام. بس الصوره ايه؟ مش دقيقه علميا، تمام. طيب يعني ولو هنا شاور لك على دي، دي ميوكس، وش ميوكس رسميه يعني، تمام. وهنا برضو ميوكس، برضو دي ميوكس رسميه، دي ميوكس رسميه، لكن حاجات زي دي اللي فيها كريسنت شيب دي ما اقدرش ايه؟ ما اقدرش اقول عليها. بس هو بص هنا محدد لك، يعني هو بيقول لك البلو ارو محدد لك اهو، مش هقول لك على دي، يبقى دي الميكس اسمس، تمام. يبقى دي تمام ايه؟ مش فيها ميكس اسمس، لان هو فعلا مش هقول لك على الميكس اللي هي فيها كريسنت ايه؟ دي مليون. طيب هنا جايب لك الثلاثه مع بعض، والله واحد دي كلها سيرس اسينس، يبقى ده البروتون، تمام. اثنين فيها كده وفيها كده، اللي فيها ابيض او فيها احمر، يبقى ده ميكسد، يبقى دي السب مانديبولار. طيب سي كلها ايه؟ كلها ميوكس اهيت، وفي خلايا منها بتبقى ايه؟ بتبقى
بتبقى فيها كريسنج دي مليونا، يبقى دي فيها اللي هي الصب انديبولار السابلينجوال، اسف مكتوبه بالعكس برضه سابلينجوال جلاند، بيبقى ميكسد وسيريس. حتى احنا كنا بنقول إيه لما كنا بنطرح نظري ان هي مينلي ميوكس في الـ في السابلينجوال دي، مينلي ميوكس يعني الاغلب فيها ميوكس، بس لا يمنع ان هي فيها ايه جزء من الايه من الميكسد زي ده مثلا. طيب من اول هنا بقى نشوف نركز خلال الامتحان. قال لك والله ايه دي ميوكا صحيح رسمي، طب بي والله دي بي دي سيريا صحيح، ولو شاور لك الضغط ده هتقول له ايه؟ هتقول له دي الايه الاسترايتد ضغط. هنا والله انا شايف ابيض واحمر، ابيض وبنفسجي بدل ايه الميكسد ميوكو سيريس جلاند. طب السهم ده مشار عليه على السيريس دي مليون اللي هي السيريس جلاند. هنا مشاور على دي، بيقول لك اللي بيقول لك ده ايه ده والله دي ده في واحد دي الاسترايتد ضغط. ليه الاسترايتد ضغط؟ لان هي بتبقى ايه فيها انويه كتير اهي وعريضه. طيب امال اللي تحت وتبقى سمبل كورونر بسلم طبعا، امال اللي تحت ده في بي؟ قال لك والله بي دي حواليها كونكتيف كتير اهو، كتير اهو وشكلها مش دائري، يبقى دي الاكسكلوتر الضغط زي ما احنا قلنا برضه سمبل كورونر بسلم. قال لك طيب دي ايه دي الاستريت الضغط خلاص يعني ما فيش مشكله، اللي دي السيريس اسينس الاورجان ده ايه ترى ما سيريس، يبقى ايه يبقى باروتيد جلاند. هنا والله انا هنا انا شايف في واحد ده كله سيريس اسينس اهي كلها سيريس، والابيض ده طبعا الابيض ده مش ميوكس، الابيض ده فات سيل تمام قاعد بصاي، يبقى دي واحد دي كلها استريت اللي هو السيريس اسينس، او واحد اسف هو بيشار في واحد على الاسترايت الضغط تمام اللي هي هتلاقيها مدوره كده اهي مدوره اهي استرايت الضغط. اتنين مشاور على السيرس السيرس اسينس والاي دي مشاور على الادبوسايت، ويبقى واحد ده اللي هو البروتيد جلاند عشان سيرس. طيب اتنين والله انا شايف فيها ميكسد جلاند ابيض واحمر، يبقى دي الايه الصب مانديبولار، يبقى لما يشاور لي على واحد واحد دي اللي هي السيرس جلاند، اتنين دي الايه دي الميوكس، ثلاثة الميكسد لان الثلاثة دي ايه فيها كده وكده. الوايت ارو ده بيشيل ايه السيريس دي مليون، الاخيرة دي اللي هي ايه الساب لينجوال عشان ايه فيها ايه اغلبها بيبقى ايه بيبقى ميوكس، اغلبها ميوكس. لسه انا عارف ان انا طولت بس عشان ايه نلم العمل كله في فيديو واحد ونخلص منه باذن الله. هنا بيقول لك ايه والله الخلايا دي ايه دي استرايتد اسينس اهي غامقه اهي مفيش مشكله. طيب الاس تي دي الضغط دي او هو بيشاور طبعا ايه الضغط دي ايه خلايا مدوره كده لازقه بفريح بعضها، دي الايه دي الاسترايتد الضغط تمام. طيب الام دي الام ده ميوكس ميوكس سيل، الاس دي اللي هي الايه السيريس دي مليون تمام سيريس سيريس دي مليون، يبقى خد بالك كده ان دي ميكسد جلاند اهو مفيش مشكله اهي. حتى الام سي الام سي دي اللي هي الميكسد جلاند اهو في منها ميوكس وفي منها ايه سيريس، فبالتالي الجلاند دي صب مانديبولار عشان ميكسد صب مانديبولار. هنا والله انا هنا شايف كلها سيريس، السهم الاصفر ده سيريس جلاند تمام سيريس جلاند، السهم الابيض ده مشاور على الضغط اهيت الضغط اللي مدوره دي بس لقيت الضغط كلها سيريس، يبقى ايه انا في البروتيد جلاند. هنا هو مشاور على واحد ده ميوكوس جلاند بيضة اهيت، اتنين ده مشاور على خلية بيضة وحمراء يبقى دي ميوكوس سيريس اسينس او ميكسد، يبقى دي ايه الميكسد بتبقى الصب. بس خد بالك عشان ما تتلخبط ما نفرق، الاغلب الطاغي هنا ايه الطاغي هنا الميوكس اللي طاغي هنا ميوكس واحده او اثنين بالظبط ثلاثه بالظبط، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه دول اللي موجودين ايه دول اللي موجودين سيرس، الباقي كله ايه ميوكس الباقي كله ميوكس اهو. شايف ميوكس قد ايه؟ يبقى دي الصب لينجوال لان هي مينلي ميوكس صب لينجوال، خلي بالك ما تتلخبطش فيها. دي الاسترايت الضغط اهي دي الفولد بتاعتي والميتوكوندريا هي اللي احنا كنا عليها. بيقول لك قول لي الخصائص ديسكرايب هيستوريكال ستراكشر، طبعا دي اول استرايت ضغط الهيستوريكال ستراكشر بتاعتي كان بيبقى فيها اسيدوفيليك ستريشن في البيزل، دي اللي هي كانت بتبقى عباره عن ايه عباره عن الانفولدنج ميمبرين والميتوكوندريا، كلام نظري مفيش مشكله. طيب اخر حاجه معانا بقى البنكرياس عشان نبقى خلصنا. والله ده ايه انا شايف عندي دي خلايا بتبقى ايه سيريس سيريس اهي بيور سيريس تمام ما فيش مشكله، يبقى ده الاكزوكراين بورشن اوف بانكرياس اكزوكراين بورشن اوف بانكرياس اسيناي كبير اسيناي كتيره خالص اهيت
واصلا لونها غامق خالص، تمام؟ بس واصلا ايه، فيها اسيدوفيليك، فيها لون احمر، فيها لون احمر من جوه. دي البنكرياتيك اصيناي او السيروس اصيناي. طيب امال القناه دي، القنوات دي بتبقى عباره عن بتبقى عباره عن سمول دكت، او بتبقى قنوات كده بينهم وبين بعضها، بين الخلايا وبعضها، اللي هي بقول عليها الانتركاليت الدكت. يبقى لما اقول كده الانتركاليت الدكت، الخليه دي اسمها انتركاليت الدكت، ما تلخبطش بالانتركاليت الدكت والاستريت الدكت. لا، الاستريت الدكت دي بتبقى جايبه من الايه، لازقه في الاصيناي كده، في وسط الاصيناي. حتى كنت بقول لك انها ريبريزنت ذا بيجيننج اوف اصيناي، بتبقى او كونتينويشن في اصيناي، متصله بالاصيناي، الاصيناي متصله بيها، يبقى دي الانتركاليتي ضغط. هنا انا شايف خلايا خلايا غامقه كتير، يبقى دي الايه، البنكرياتيك سيروس اصيناي. وهو السهم ده بيشاور لايه؟ السهم ده والله بيشاور لخليه كده في نص الاصيناي، دي اللي كنت بقول بسميها سنترو اسينر سيل، سنترو اسينر سيل. في حاجه كمان مميزه تعرفك ان دي خلايا بنكرياس، النقط الحبوب دي، الجرانيولز دي، اسيدوفيليك جرانيول، اللي هي بتبقى فيها زيموجين جرانيول، زيموجين جرانيول الاسيدوفيليك سيل دي، تمام؟ يبقى في حاجتين مميزتين للبنكرياس، خلايا البنكرياس او بنكرياتيك اسنس، اول حاجه السنترو اسينال سيل، وتاني حاجه الاسيدوفيليك زيموجين. بعد كده والله انا شايف ادي ده بنكرياس، تمام؟ طيب الريد ده بيشير ليه؟ لاسينا صحيح، ما فيش مشكله. والفراغات اللي بينه دي اللي هي الانتركاليت الضغط. امال ايه الكيوز الكبير الغامق ده الفاتح ده؟ والله ده الايلاند، الايلت اوف لانجر هانز، جزء لانجر هانز، تمام؟ طيب نفس الكلام، دي الايه اللي هي السيرس، السيرس بنكرياس، والجزء الفاتح اللي في النص ده اللي هو الايه، الايلت اوف لانجر هانز. بعد كده والله هنا بقى بيقارن لي بين البنكرياس والباروتيد. احنا الاثنين سيراس جراند ما فيش منهم مشكله. طيب في البنكرياس في او في الباروتيد الاول هلاقي في الاسترايت الضغط، تمام؟ ما فيش مشكله. امال في البنكرياس، والله في البنكرياس طبعا هلاقي اللي في انتركاليت الضغط اهيت مميزه اهيت بينهم، وهلاقي في الايه، الايلاند اوف لانجر هانز فاتحه، جزء فاتح عنها كده، وكمان هيبقى هلاقي متميزه بوجود السنترو اسينس دكت او السنترو اسينر جلاند، السنترو اسينر سيل اللي موجوده فين؟ في جوه الاسينس، تمام؟ طيب هنا انا دي ايه؟ دي بنكرياس. ليه بنكرياس؟ قال لك والله بنكرياس علشان فيها السيريس اصيناي مفيش مشكله، وفي سبطه اهيت، السبطه ده والفاصل ده اللي هو ايه، فاصل كده بين الـ بين الـ بين الاسيناي وبعضها، وفي الليبيولا، الانتركاليتيت ليبيولا اهيت، ومفيش استرايد الضغط. لو بصيت مش هتلاقي استرايد الضغط خالص. يبقى لما تلاقي لو انت متخبل في السيريس، بص لقيت استرايد الضغط يبقى برضه، ما لقيتش استرايد الضغط يبقى بنكرياس. طيب بعد كده دي ايه؟ والله دي سيريس جلاند اهيت انا شايفها، اللي هي اللي رقم بي دي، وايه دي فاتحه في النص، يبقى دي الايه؟ دي الايلت اوف لانجر هاندز. اخر حاجه معايا بقى، اخر خليه معايا ده ايه؟ ده البنكرياس، تمام؟ دي اللي هي الايه؟ الايلت اوف لانجر هاندز الفاتحه، تمام؟ طيب بقول لك بقى، قول لي اللي ذا نيم ذا كومبوننت اوت لاين اوف بلاك سيركل، قول لي المكونات بتاعت اللي جوه البلاك سيركل دي. والله احنا كانت مكونات كتير، بس احنا قلنا فيها اهم ثلاث حاجات، الالفا اللي بتفرز الجلوكاجون، البيتا اللي بتفرز الانسولين، الدلتا اللي بتفرز السوماتوستاتين اللي بيعمل ايه، كنترول للانسولين والايه والجلوكاجون، تمام؟ طيب كده احنا خلصنا العملي، يا رب يكون كان حاجه بسيطه واستفدتوا، ومعلش انا اسف لو طولت، بس عشان نخلص العملي كله في فيديو واحد. وبالتوفيق يا دكاتره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.